احنا بقينا ريكوردد ولايف على الفيسبوك، فنقدر دلوقتي ان احنا نبتدي. اتفضل. اولا انا برحب بيك، بالنسبه للناس اللي معانا اللي بتعرف على حضرتك لاول مره، انا هعرفك سريعا، بس يعني انا طبعا هبقى اتشرف اكتر ان انا اعرف منك بشكل مباشر القصه. لكن اللي أعرفه إن حضرتك تخرجت في كلية طب جامعة جنوب الوادي في سوهاج في مصر، وبعد ذلك وتلا ذلك يعني نيابة في جراحة المخ والأعصاب من نفس الجامعة، ثم بدأت رحلتك هنا في أمريكا، واللي بشكل جامع حصلت على حوالي 4 فيلوشيبس تقريبا في جراحة المخ والأعصاب، غير نيابة بالضبط. أخرى في جراحة المخ والأعصاب أيضا في أمريكا ما بين جامعة كاليفورنيا إيرفاين وكليفلاند كلينيك وأوريغون هيلث ساينس يونيفرسيتي في بورتلاند. مظبوط؟ مزبوط مزبوط. طيب، ده يعني طبعا في حد ذاته رحلة كفاح، أنا متأكد إنها مليانة، وأنا أعرف حضرتك من سنين يعني، بس يمكن الكثير من تفاصيل الكفاح دي عايزين بقى ان احنا نعرفها بشكل واضح منك. ايه رأيك لو تقول لنا قصتك كده في نبذة؟ أولا شكرا على المقدمة الجميلة دي، وأنا برضو بحييك يا نزار على المجهود اللي حضرتك بتعمله. في يعني ك ك يعني احنا دورنا ان احنا او يعني ان احنا نوجه الناس ونساعدهم ونحاول نعرفهم على نفسهم الأول، ونعرفهم إزاي يدوروا على مفاتيح النجاح ومفاتيح السعادة في حياتهم، بغض النظر عن هم هيعملوا إيه، أو لكن أهم حاجة إن هم يبقوا أطباء ناجحين، أمناء على المرضى، وآمنين، يعني safe doctors. يعني this is يعني ده أهم جزء أنا أحب أوصله، أو رسالة أحب أوصلها للأطباء، وبالذات شباب الأطباء. يعني رحلتي طبعا مش يعني بالإضافة، يعني أنا هيبقى كلامي في جزء منه علمي وعملي، وفي جزء منه إنساني. لكن زي ما حضرتك قلت، أنا بدأت في جامعة من جامعات مصر، جامعة في الصعيد. أنا صعيدي وأفتخر إن أنا صعيدي، وده كان من أحد أسباب يعني it was a motivating factor. يعني كان من العوامل اللي بتحفزني دايماً إني مش أثبت، أو لا، بتقول لي دايماً دور على اللي بتحبه الأول، ودور على اللي تقدر تعمله واللي تثبت فيه وجودك. فبدأت في جامعة من جامعات الصعيد، أيوة، في جامعة سوهاج. تخرجت، كنت من الناس القليلة جدا اللي أتيحت لهم فرصة إن أنا أبقى في نيابة جراحة المخ والأعصاب، وخلصت النيابة، وكان وتعينت الحمد لله في سلك الجامعة، وكانت فرصة كويسة جدا الحمد لله. جات في فترة من الفترات إني وصلت لمرحلة إني عاوز أتعلم أكتر. يعني كان شغفي الأول هو السكال بيس سيرجري، أو الجراحات قاع جمجمة، والجراحات السيريبرو فاسكولار سيرجري، جراحات الأوعية الدموية في المخ. كان في الوقت ده ما كانش فيه يعني وسائل أو طرق متاحة للتعليم الصح، مش مجرد آراء من ناس ممكن ما تكونش عملت العمليات دي قبل كده، أو مجرد محاولات. لا، أنا كنت عاوز أتعلم صح، عاوز أبقى جراح مخ وأعصاب بالشكل اللي أنا كنت متوقعه لنفسي.
فأثناء فترة ما كنت مدرس مساعد، أنا بقول الكلام ده عشان نعلم الناس درس برضو. كان في بعض العقبات إني أحصل على بعثة، وكانت يعني جزء منها جزء شخصي للأسف، وجزء منها الوضع في الجامعة بشكل عام. فكانت أنا يعني أنا بحب أركز على النقطة دي عشان نعلم نفسنا درس، اللي هو إزاي تصنع الفرصة لنفسك، ما تستناش الفرصة تجيلك. أنت سامعني كويس يا نزار؟ صحيح، لا سامعك كويس جدا. فكان هدفي إني ما اثبتش مكاني، لان كنت عارف ان انا هفضل مدرس مساعد لفتره طويله جدا، يعني الله يعني ربنا لوحده يعلم لكام سنه. وايقنت بحسي وبالوضع العام اني مش هتعلم اللي انا عاوز اتعلمه، مش هتعلم حاجه جديده. فقررت اني اعفي الجامعه من اي مسؤوليه ماليه ان هي تخليني اسافر، وقررت ان انا اقدم طلب ان انا اسافر بنفسي، مسؤول عن نفسي. وبرضو كان في عقبات ان يتوافق على الطلب ده. انا مش هدخل في تفاصيل شخصية، لكن المجمل العام ان انا يعني بفضل ربنا قدرت اصنع فرصة لنفسي، قدرت ان انا give up something. يعني كنت عارف ان انا بضحي بشيء، كنت عارف ان انا في مخاطرة طبعا، بس في نفس الوقت كان هدفي الاساسي مش مجرد امريكا. انا ما كانش هدفي ان انا اجي الولايات المتحدة لمجرد ان انا ابقى دكتور في امريكا. وهيبان من الكلام ان الكلام ده يعني الامور مشيت ازاي. فكان هدفي ان انا اتعلم، هدفي ان انا أبقى جراح مخ وأعصاب، مفيش يعني مفيش أوبشن تاني. كان هدفي جراحة المخ والأعصاب مش أمريكا. فجيت وابتديت رحلة الريسيرش، يعني ابتديت كريسيرش فيلو في OHSU في Oregon Health and Science University. طبعا ما كنتش باخد فلوس من الجامعة هنا في مصر أو هناك في مصر دلوقتي، ولا الجامعة هنا في أمريكا، لكن اشتغلت في يعني في السكال بيز لاب، وكانت فرصة رائعة بالنسبة لي. ده كان بالضبط اللي أنا كنت عاوزه، إني لأن أنا كنت أصلا جراح، يعني كان معايا ماجستير وكنت مدرس مساعد، كنت أصلا جراح. فكانت فرصتي إني أنا بركز على النقطة دي في الرحلة، لأن دي كانت المفتاح الأساسي لكل حاجة بعد كده. فأثناء ما كنتش طبعا عملت المعادلة، ما كنتش عملت أي حاجة. في النقطة الثانية أو الدرس الثاني، إني إحنا يعني we make diamonds under pressure، يعني عشان تصنع الماس لازم يبقى فيه ضغط وحرارة. فكان يعني I burn all the bridges behind me. يعني أنا ما كانش عندي هدف تاني غير إن أنا نمرة واحد أخلص معادلتي، وإني أحقق نجاح وأقنع الناس هنا إني أقدر أتعلم في المجال ده الأول، وأقدر أخد خطوة كمان لقدام. فكان الرحلة دي استمرت تقريباً سنة، خلصت فيها المعادلة ونشرت، وكانت فترة برضو إن أنا علمت نفسي بنفسي، لأن كنت بشتغل في اللاب، وكنت في الجراحات، وكنت اللي بيحصل في الجراحة بعيده أول وتاني وتالت في اللاب بالمايكروسكوب بتاعي مع نفسي، بقعد بالساعات. وده سبب لي أنا شخصياً يعني أزمة صحية، وده يعني تمن بندفعه عشان نتعلم. فيعني كان من هنا، من الفترة دي ابتديت أتعرف، ابتدت ناس هنا تساعدني. لما عرفت
قد ايه انا مش مجرد ان انا اتظلمت في بلدي او حصلت لي مشاكل، لا، انا انسان او جراح عاوز اتعلم جراحة المخ والاعصاب بشكل صحيح بشكل امن، وعاوز اثبت لنفسي الاول واثبت للناس ان انا قادر على اجراء جراحات اكثر تعقيدا واجراء جراحات يعني ما بتتعملش كانت في الفترة دي في مصر بالشكل الصح أو الشكل المتعارف عليه. فمن هنا بدأت الرحلة، من الفيلوشيب لفيلوشيب لريزيدنسي الفيلوشيب لفيلوشيب، يعني هنتطرق للأمور دي مع الوقت. لكن الحمد لله أنا يعني خلصت التمرين أو التريننج بتاعي من حوالي يعني السنة 2019 2020، وحاليا أنا أستاذ مساعد في سانفورد سكول أوف ميديسن. معلش أنا كنت يمكن خدت وقت جميل. أطول من اللازم، لا لكن خالص، أنا حبيت أركز شوية إن أنا أوصل رسالة للناس إني نمرة واحد، ما تجيش أمريكا لمجرد إن أنت عاوز تبقى في أمريكا، أنت لازم تعرف أنت عاوز إيه، أنت هتنجح في إيه، شخصيتك مناسبة لأنهي مجال، هل شخصيتك جراحية أو باطنية؟ لأني أنا في رأيي إن هي مش مجرد how smart you are or how skilled you are, it's also about your personality. يعني دي شخصيتك، وده مش عيب إن أنت شخصيتك لا تناسب الجراحات أو شخصيتك لا تناسب التخصصات الباطنية. فده كانت البداية الأولانية، السبارك الأولاني زي ما بيقولوا. بعد كده الأمور الحمد لله مشيت، وهنتطرق للتفاصيل التانية مع كلامنا إن شاء الله. تفضل. حلو، انا هعصر كل تفصيله جايه في الموضوع كله، تفضل. فلان انا هتقمص معاك دور الطالب اللي لسه بيحاول يختار تخصصه، طبعا فهسالك اسئله يعني منها اسئله سيمبليستيك قوي، منها اسئله مستفزه طبعا قوي، نعم، فيعني هكون يعني طماع في صبرك اتفضل عليا. حبيبي. لا يا حبيبي، تحت أمرك. الله يخليك. خلينا نبتدي يعني في حاجة شخصية حضرتك قلتها في الأول، اللي هي إنك يعني اخترت نيورو سيرجري في البداية لما كنت في مصر، وبناء على ذلك أصبحت جراح، وده طبعا أصبح مطابق لشخصيتك، فمن هنا بدأت كل القرارات فيما بعد اللي بنت على هذا الأساس وهذه الجذور، اللي هي إن أنت جراح واخترت تكون جراح واخترت تكون نيورو سيرجري. فإزاي اخترت تخصص زي ده؟ إيه الحاجات اللي خلتك تقول لا والله ده هو ده التخصص اللي أنا شايفه مناسب لي؟ يعني يمكن الحقائق دي، انا لما كنت في الوضع ده كان عندي 24 سنه، يعني كنت صغير. وانا عارف ان في ناس كتيره في المرحله السنيه دي، في المرحله السنيه دي مع النظام التعليمي في مصر للاسف ما بيتحلناش الفرصه ان احنا نختار كتير او نعرف احنا مين. احنا بندخل كلية الطب في الأول بناء على جزء مننا بيدخل على بناء رغبة المجتمع ورغبة الأهل، وبعد كده التخصص بنختاره على مقاييس يمكن أنا شايفها مغلوطة تماما. فأنا هقول لك الكلام اللي جاي مش بناء على قراري في وقتها، بس بناء على خبرتي مع الوقت واللي شفته في ناس نجحت وفي ناس فشلت، ناس كتيرة فشلت لأنها ما عرفتش نفسها. فهنبدأ الأول بالسيرجيكال بيرسوناليتي يعني مش جراح مخ وأعصاب، هنبدأ ب أنت تعرف إن أنت شخصيتك تناسب الجراحات ولا لا. أول حاجة، الشخصية الجراحية لازم you have to survive under stress، لأن حياتك المهنية كلها هيبقى فيها ضغوط شديدة، ضغوط في ان انت ازاي تتعلم وتعلم نفسك، ضغوط في تعامل مع الشخصيات الجراحية التانية، وبشكل عام الشخصيات الجراحية ليها طرق معينة في التعامل، بتبقى اكثر يعني شارب اكتر، بتبقى
مش مين، مش من الناس دي ناس وحشة أو لأ، لكن هم بطبيعتهم ليهم بيتعاملوا مع لحظات حرجة كتيرة في الحياة، فهم ما بيبقاش عندهم وقت كتير للمشاعر والعواطف. عندهم ألو؟ اه سامعك معاك. عندهم القرارات في الحياة بتبنى على الأحسن، أحسن الخيارات المتاحة. فلازم تعلم نفسك إن أنت هتعيش تحت ضغط طول حياتك، ضغط في التعليم، ضغط تحت الظروف القانونية، لأن إحنا كجراحين معرضين أكتر للـ more legal responsibilities، وبتحصل معانا سواء في مصر أو خارج مصر. نمرة اتنين، لازم تبقى ليدر، لازم يبقى عندك الليدرشيب بالذات في مجال جراحة المخ والأعصاب. يعني أنا دايما بعلم النواب جراحة المخ والأعصاب، once you go into the trauma bay في head injury أو cerebral hemorrhage, you gotta be the team leader. لازم كل الناس تسمع لك، من دكتور الـ من الاي دي فيزيشن للتراما فيزيشن للنيرسز، كل الناس لازم تسمع لك، لان يعني انت بتتعامل في خلال دقائق او في خلال اقل من ساعه لازم تنقذ حياه العيان ده، ومحدش فاهم نوعيه الحاله اكتر منك، فلازم يبقى عندك الليدرشيب سكيل، وده اتس ضغط سكيل كبير طبعا. طبعا. فلازم يبقى عندك السكيل دي، how to be a team leader. ولو ما عندكش السكيل دي مش عيب، ومش وما فيش مشكلة، لكن لازم يبقى عندك السكيل دي. لازم تبقى حريص أكتر على تعليم نفسك. محدش في الجراحة برضو هيعلمك أو هيشربك بالمعلقة، لازم تبقى عندك قدرة ملاحظة، وعينك تعلم إيدك. يعني دي نقط الناس لما بتدخل في المجال بتعرف الكلام ده أكتر. الشخصيات الباطنية بتبقى أكتر more detailed oriented، بيبقوا ناس عندهم القدرة إن هم يسمعوا للعيان ويقعدوا مع العيان ويكلموا العيان ويكتبوا نوتس طويلة. احنا بنتكلم في المجال الجراحة، لأن هنا I'm sorry في الولايات المتحدة، لأن التخصصات الباطنية بيبقى مطلوب منها documentation كتير وشغل كتير على الكمبيوتر وكلام أو فترات طويلة بيقضوها مع العيان، على عكس الجراحين بنبقى احنا فيجوال اكتر، واحنا بيهمنا اكتر الايمجز، بيهمنا اكتر الديسيجن ميكينج، السيفتي. فالشخصيه دي بتختلف الى حد كبير عن الشخصيه دي، ومش مش عيب ان ما يبقاش عندك لان لو ما عندكش المهارات دي الفكرة كلها ان انت صحيح. ما تفشلش او you don't get kicked out of a program. برضو لازم ال communication skills تبقى عندك عالية جدا، لاني بتتعامل مع teams كتير، بتتعامل مع teams محتاجة منك decisions right now. You have to make a decision on site. فما فيش اللي هو I will talk to other people, I will communicate. Communication مهم، لكن هتواجه مواقف كتيرة تتحمل فيها مسؤولية قرارك في اللحظة اللي الناس بتكلمك فيها، فلازم الكوميونيكيشن سكيلز تبقى عندك عالية. فبعد كده جراحة المخ والأعصاب كتخصص، أنا هبقى بايس طبعا، أنا مش بقول الكلام ده عشان أقول للناس أني جراحة المخ والأعصاب هي أفضل مجال، لكن طبعا جراحة المخ والأعصاب في رأيي أو رأيي الشخصي، وأنا برضو بايس بالكلام ده لأن أنا بحبها جدا، لكن هي بتتميز إن هي one of the most dynamic specialties في all surgical specialty، لأنها بطبيعتها تخصص حديث. يعني مقارنة بالجراحة العامة اللي بدأت في القرون
احنا بنتكلم عن المودرن نيورو سيرجري، ما بنتكلمش عن الهيستوريكال نيورو سيرجري، بنتكلم عن المايكروسكوبيك سيرجري، بنتكلم عن الفانكشنال نيورو سيرجري، الروبوتك سيرجري، كل الحاجات دي تخصصات حديثه للغايه، السبايك بتاعها يعني لا يتعدى ال 20 30 سنه اللي فاتوا. واحنا بنتكلم برضو في تخصصات سب سبيشالتيز من جراحه المخ والاعصاب ابتدت تظهر من 5 6 سنين. فاحنا بنتكلم عن تخصص صغير او شباب، لسه شباب سيمي فيرجن الى حد كبير، يعني فمجال البحث فيه يعني مفتوح بطبيعه النيوروساينس، لان النيوروساينس جزء منه كبير ستيل ميستري، حتى لكل كل الباحثين متفقين على كده. فهو تخصص فيري دايناميك، ليه علاقه يعني معتمد بشكل كبير بالذات في الولايات المتحده على التكنولوجي، لازم تبقى يعني able to deal with technology, able to deal with everything that comes up، زي الكمبيوتر ساينس بالظبط. فمش مجرد جراحة أو جراحة دقيقة أو جراحة ميكروسكوبية، لا، هي جراحة فيها جديد كل كام يعني كل سنتين ثلاثة، عمليات جديدة بتطلع كل سنتين ثلاثة، تكنولوجيا جديدة ممكن تبقى من شهر لشهر بتتغير. فهو يعني very dynamic، تخصص very dynamic. الجزء الثاني برضو اني في متعة الميكروسكوبيك سيرجري، ويعني في وانت بتشتغل في البرين بتشتغل بأطراف بأناملك بالمايكرو سيرجري، وانت بتشتغل في السباين بتشتغل مور الجروس ماسل سكيل البيج ماسل سكيلز سكروينج والفيوجن ففيها متعة، فيها يعني مش عملية واحدة او اتنين بتعملهم وهو نفس السكيل سيت، لا، انت ممكن اشتغل برين انيوريزم شغال 5 6 ساعات تحت الميكروسكوب، وبعدها حالة بشتغل فيوجن مثلا ما فيش مايكروسكوب، بتشتغل بالاكس رايز بالنافيجيشن، بتشتغل بالممكن روبوت كمان. ففيها متعتها في متعة الـ different skill sets اللي انت محتاج. فطبعا جراحة المخ والأعصاب من التخصصات الشيقة والـ very rewarding from يعني من الناحية الإنسانية برضو، لأن إحساسك وانت بتنقذ حياة عيان إحساس لا يوصف. يعني انا دايما بقول للريزيدنتس والفيلوز يعني saving one life is just it's another Nobel Prize يعني. فده برضو بيديك job satisfaction عالي جدا. فدي كلها حاجات انا شايفها مميزات للتخصص، لكن قدامها في عيوب طبعا. مش عيوب بس، هي ممكن تكون حاجات بتاخد من يعني من سعادتك الشخصيه، لاني انا بتكلم عن رحله 17 يعني. انا بالنسبه لي من تخرجي من كليه الطب لغايه ما خلصت تريننج احنا بنتكلم على 17 سنه. I spent 17 years in post graduate training. احنا بنتكلم على 2 نيورو سيرجري ريزيدنسيز، 4 فيلوشيبس، ماستر، بي اتش دي. فانت بتتكلم عن 17 سنه من انت بتخلص وانت بني ادم تاني خالص طبعا. و17 سنه اندر ستريس، اندر سليب ديبريفيشن، اندر يعني اولويز كويشننج ام اي دوينج ذا رايت ثينج اور نوت، وي ار اول هيومنز. فده بيجاوب شوية، لأن أنا شفت برضو بعض التعليقات على البوست، في ناس بتتكلم عن الفاينانشال ريورد أو البرستيج أو أن أنت تبقى مجرد أن أنت تبقى نيوروسيرجن. طبعا كل الكلام ده، دي أول ما تفكر في الأمور دي أول ساين أن أنت تبعد عن التخصص. لو أنت داخل جراحة المخ والأعصاب عشان البرستيج، عشان الفلوس، عشان او ما عاوز تبقى جراح مخ واعصاب في امريكا لمجرد ان انت تبقى جراح مخ واعصاب في امريكا عشان الناس كلها تنبهر بيك، ده اول ساين
تقول لك حضرتك لازم تشوف تخصص تاني، ولازم تشوف مكان تاني تشتغل فيه، لأني احنا بنتكلم على عشرات السنين من عمرك بتقضيهم بتاخد منك كتير، لأني وفي الأول وفي الآخر انت مش عاوز تفشل، او مش عاول هنا النظام طبعا سواء في جراحه المخ والاعصاب، واولا طبعا جراحه المخ والاعصاب في سيركل اوف اكسلنس، وانس يو جيت اوت اوف ذس سيركل يو بي فايرد. وطبعا انا اعرف شخصيا بدون ذكر اسماء يعني جراحين وكانوا في مصر وجم هنا وللاسف اترفضوا من النيابه لاسباب مختلفه، لكن ممكن ما يكونش هدفهم أو هدفهم من الوجود هنا هو التعليم وهو الباشن توارد التخصص نفسه. فكل دي عوامل لازم كل حد قبل ما يفكر الأول إن هو يختار التخصص، قبل ما يفكر إن هو عاوز يتخصص في جراحة المخ والأعصاب في الولايات المتحدة، لأنه هو طبعا يعني الناس تقبلها مني، بس احنا بنتكلم على تخصصات ليها وضع خاص. مع كل الاحترام لبعض التخصصات، برضو في تخصصات كتيرة الوصول اليها اسهل بكتير، مش ان هي lower than neurosurgery، لا هي طبيعة التخصص. ف supply and demand، عدد positions وعدد بالضبط بالضبط it's a demand. قبل ما أي حد ياخد القرار ده لازم يفكر في كل العوامل دي الأول عشان ياخد القرار الصح في حياته وعشان ما يفشلش. هو الهدف إن أنت ما تفشلش، لأني على قد ما فرصة النجاح متاحة في الولايات المتحدة، لكن تقابلها زيها بالضبط فرص الفشل، وفرص الفشل دي محدش هيخليك تفشل، أنت الوحيد اللي ممكن تخلي نفسك تفشل لو انت ما فهمتش نفسك الاول وما فهمتش السيستم مطلوب طالب منك ايه والتخصص اللي انت داخل فيه مطالب منك ايه. ده كلام مهم جدا بصراحة، يعني حضرتك جاوبت كذا سؤال في الإجابة دي، ويمكن أنا نفسي يعني اتأكدت لي بعض الدروس اللي مريت بيها والحاجات اللي عرفتها يمكن منك قبل كده أو من تخصصات أخرى، إنه دايما انت التفكير اللي هو الايديولوجي ده، انا واخد التخصص ده ليه او ماشي في الطريق ده ليه، ده مهم جدا قبل ما ابتدي اصلا امشي فيه، وبعدين اقول ربنا هيفرجها بعدين بقى والكلام ده. انا بقول الكلام ده لان انا ملاحظ ان في طلبه، يعني في طلبه طب يعني بت يعني بتتابعنا دلوقتي، وفي اطباء شبان بيتابعونا دلوقتي. انا عارف ان هو النيوروسيرجري اتس فيري يعني، او في تخصصات معينه فيري سيدكتيف، يعني هي to be a neurosurgeon او تبقى neurosurgeon في امريكا، الكلام ده كله كويس، ومحدش هيقول لك ما تعملش اللي انت عاوز تعمله، وفرص النجاح متاحة. الفكرة اول خطوة ان انت تعرف نفسك الاول، تعرف انت عاوز ايه، تعرف الاهداف الاساسية، ان نمرة واحد ان انت ما تفشلش، نمرة اتنين ان انت تبقى طبيب امين وامن على المرضى بتوعك، لان انت ممكن يعني احنا في شغلتنا في شغلنا هنا، وانت برضو اكيد عارف يا نزار، ممكن نشتغل سنين طويلة ويجي عيان واحد يحصل فيه one mistake and it's gonna ruin your whole career. صحيح. فالحلم ما بيخلص او الفكره ما بتخلص بمجرد ما تخلص التريننج، لا ده انت هتبقى تحت الضغط ده طول حياتك، فلازم تبقى متقبل الضغط ده وحابب الضغط ده وعارف ان دي حاجه الوحيده اللي انت عاوزها في حياتك، ما فيش اوبشنز تاني. فاول حاجه انا بنصح الاطباء الشبان انه اول حاجه يعرف هو عايز ايه، ويبقى الأولويات بتاعته يعني يحط الأولويات الصح، مش الـ 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 الاسم أو النيم أو البرستيج أو الـ أو الفاينانشال بارت. كل الكلام ده
يعني ممكن يروح في لحظة لو انت داخل مش عارف انت عاوز ايه، او داخل تخصص لا يناسبك. انا مش بتكلم على جراحة المخ والاعصاب بشكل خاص، بس بشكل بتكلم عام على جميع التخصصات بشكل عام. انا شايف ان النقطة دي، معلش سامحني اذا كنت يعني لا طولت فيها شوية، لكن انا شايف ان دي this is the real key point. يعني طبعا لاني لو انت عرفت انت عايز ايه، كل حاجة بعد كده او في دروس كتيرة ممكن تعرفها او تاخدها من ناس كتير، زي ما بدأت في كلامي معاك، ان انت لو عارف انت عاوز ايه انت تقدر تخلق فرصتك بنفسك، حتى لو في عقبات، حتى لو في ناس مش عاوزينك تعمل اللي انت عاوز تعمله. لكن لو انت عاوز عارف تعمل ايه وعندك باشن التخصص اللي انت حبه، واولوياتك التخصص مش المكان ولا الفلوس، لاني انا فضلت سنين هنا يعني ما عنديش اي امل اني ابقى جراح مخ واعصاب. يعني انا فضلت سنين مجرد ان انا بتعلم، بحاول اعلم نفسي عشان ابقى جراح مخ واعصاب بقى في مصر، في امريكا، في ما كانش هاممني قوي. يعني حتى آخر حاولت نفس كنت طبعا. عمال تفكر إنك هتتعلم وترجع مصر. بص ده كان يعني ده كان تفكيري الأولي، لكن لما دخلت السيستم هنا وحسيت إن أنا أقدر أتماشى مع السيستم، لأن ما كنتش عارف. أنا جيت هنا عشان أتعلم جراحة المخ والأعصاب، لكن هل هقدر أتكيف مع الميديكال سيستم هنا في الولايات المتحدة؟ هل هقدر أفهم اللوجيستكس بتاعة السيرفيس؟ ما كنتش أعرف. يعني خدت فترة لغاية ما لا حسيت I can do this. No, it's not a طبعا big deal for me. ليا أنا. الموضوع خد مني وقت لغاية ما أول حاجة عرفت، هل يا جون او اب، كنت دايما بسأل نفسي هدفك ايه دلوقتي في الوضع الحالي. انا يعني فضلت سنة او سنتين، لا هدفي اتعلم. في وسط ما انا بتعلم I got sense of the system، ابتديت اتعلم السيستم. هل وسألت نفسي السؤال اللي بعده، هل تقدر تنجح في السيستم ده؟ حسيت ان انا اقدر انجح، فحاولت ودخلت الماتش، و I didn't match the first year، ودخلت الماتش تاني، و I matched the year after. فالموضوع ليه عوامل كتيرة طبعا يمكن تكون معقدة شوية، من أول ما أنت عاوز تعرف أنت مين وإيه اللي يناسبك، لغاية ما تعرف ايه مفاتيح النجاح في السيستم اللي انت موجود فيه دلوقتي في الوقت الحالي. اهم حاجة تعرف مفاتيح النجاح، وده هنتكلم فيه طبعا، لان في حلو اسئلة قوي. كتيرة عن ايوه المعادلة والسكورز والكلام ده كله طبعا هنتكلم فيه. اتفضل. انا كنت اسالك في الحته دي كلها من كذا زاويه، بس انا سعيد ان انت غطيتها، يعني الحقيقه ده شيء ممتاز، يعني بشكرك. طيب خلينا نبتدي يوم بقى حاجه حاجه. اولا اوصف لي يومك عامل ازاي، او يوم اي attending neurosurgery. اي اتندنج نيوروسيرجي طبعا ده بيختلف شويه عن حسب المكان اللي انت بتشتغل فيه، حسب التخصص بتاعك طبعا. هل انت سباين سيرجن ولا تراما سيرجن ولا جنرال نيوروسيرجن ولا فاسكولار نيوروسيرجن؟ لكن عامه بيبقى، هل انا بتكلم مش اني أني انا بتكلم وانا حاليا دلوقتي وانا استاذ مساعد. ف يومي او اسبوعي، هنتكلم عن اسبوعي، انا عندي يومين عياده وعندي 3 ايام اللي هم احنا بنتكلم Monday for Friday، 3 ايام بشتغل فيهم عمليات، والويك اند او السبت والحد احيانا ببقى اون كول، يعني لو في emergency بتيجي انا ببقى responsible عنها. وفي اسابيع ببقى فيها اون كول، يعني الاسبوع كله انا اون كول، واحيانا بتبقى اسابيع لا انا مش اون كول Monday to Friday، لكن ببقى اون كول في الويك اند. طبعا الكول لما بتبقى اون كول لازم ترد على البيجر بتاعك، لازم ترد على تليفونك within 1 or 2 minutes.
طبعا كل حاجه بتتحسب، النيرس اللي بتعمل لك بيج بتريكورد في الكمبيوتر سيستم هي بعتت لك الرساله الساعه كام وانت رديت الساعه كام وكان الرد بتاعك ايه وتصرف ايه. فكل حاجه يعني برضو لازم الناس تفهم ان everything is being tracked، لان طبعا يعني هنا النظام الصحي بيحكمه او الحاكم الرئيسي للنظام الصحي هو القانون والفاينانس والبيلينج سيستم. طبعا ف هم they're not tracking you لانه they hate you or they want you to fail. No, it's just a tracking لانه كله طبعا هنا بيحاول يحمي نفسه، بيحاول يحمي المريض نمرة واحد طبعا. كل حاجة هنا بتبقى recorded وبين tracked backward، حتى لو حد عمل مشكلة بعد 10 سنين يقدروا يجيبوا كل المعلومات من ساعة ما البيجر جالك وانت رديت الساعة كام وقلت ايه وعملت ايه بعد كده وكان الريسبونس بتاعك ايه. ففي بعض التخصصات في جراحة المخ والأعصاب بتبقى more stressful كمان لو انت trauma surgeon، لو انت متخصص في التراما او الاصابات. جراحات طبعا الفاسكولار لو انت سيريبرو فاسكولار نيورو سيرجن طبعا بتتعامل مع ستروكس، بتتعامل مع سيريبرال هيموريجز، بتتعامل مع انيوريزمز، بتتعامل مع كريتيكال بيشنتس طبعا في الاي سي يو. لو انت سباين نيورو سيرجن ده يمكن اتس بيزي، اتس مور بيزي، لكن مفهوم الامرجنسي يمكن اقل شويه لان تتعامل مع السنترال كورد سيندروم او السباينال كورد انجري او الفراكشرز او كده، دي السباين امرجنسيز لكن ما بتبقاش از ارجنت. يعني يو كان بريبير ا سباين بيشنت وذن 2 hours you can operate، لكن لما بتبقى brain يعني brain trauma surgeon لا you have to present within 5-10 minutes, you have to take the patient to the OR within 20 minutes. فطبعا ال emergencies بتختلف حسب ال subspecialty بتاعك. فده بالنسبة لي ده يومي أنا الشخصي، لكن برضو within the same يعني حتى في جراحة المخ والأعصاب حسب التخصص بتاعك بيختلف اليوم بتاعك بشكل عام. يعني معنى كده أنا حاسس من كلامك إحنا بنتكلم في حوالي 100 ساعة في الأسبوع ولا حاجة برضو للأتندنجز، يعني حاجة شبه تقريبا يعني عشان كده أنا بقول طبعا كلنا بنبقى مبسوطين وفرحانين لما بنخلص الفيلوشيبس والريزيدنسي والتريننج وأنت دلوقتي بورد سيرتيفايد أو بورد إليجيبل. فطبعا الضغط ما بينتهيش لان انت كمان دلوقتي انت مسؤول اكتر، لاني في فتره النيابه انت under training يعني عليك مسؤوليه طبعا، لكن المسؤوليه القانونيه الحقيقيه هي على الاتندنج. يعني احنا المسؤولين بشكل قانوني، طبعا القانون برضو بيحاسب النايب لو في يعني error very obvious error او intentional error او negligence، لكن المسؤولية القانونية الجزء الكبير منها بيبقى على الاتنك. نعم والله أنا ظهري وجعني من مجرد تخيل الموضوع إن أنت بعد كده. لا ربنا يوفقك إن شاء الله، ربنا يوفقك. Doctor, just one question related to this question. For the female, is it difficult the lifestyle, I mean like having family or children this long hours of working? Do you think it's a difficult specialty for the female? يعني معلش انا يعني هجاوب بتفكيري، انا ما عنديش فرق ما بين الفيميل وال، يعني انا بتكلم عربي كويس ما فيش مشكله، يعني هجاوب لحضرتك بس يعني I personally don't think there is any difference between female and male. This is my يعني ما فيش gender. هي personality. What is your personality? And what are you willing to give up in life? You have to give up something in your life. So I'm a parent too. يعني أنا برضو parent too. طبعا ال training أثر على وقتي طبعا مع بناتي
وقتي وسط أسرتي والويك إندز والكلام ده كله. لكن I'm not gonna tell you don't go because you're just a female. أنا آسف إن أنا كمان بقول female وmale لأن ما فيش جندر. أنا شفت جراحين مخ أعصاب شاطرين جدا وهم ladies وليهم أسرهم, بس هم كانوا smart enough إن هم يقسموا وقتهم بشكل ما أو يقسموا حياتهم. في ناس قررت إني they don't gonna have any kids until they're done, أو they have somebody أو their partner doesn't work, they can give up. لأن ممكن هنا ال male partner أو الزوج ممكن عنده استعداد هنا إن هو ما يشتغلش لأنه شايف إن مراته ليها هدف أكبر يمكن أو هدف أكبر للأسرة بشكل عام, فهو قرر اني هو ما يشتغلش. مش لمجرد ان هي لا هي decided to take over the family and raising their kids عشان his wife she wants to finish residency or finish training. فهو أنا مش هتكلم ميل وفيميل, بس أنا هتكلم بشكل عام إنه you have to prepare yourself, you are not gonna spend as much time as your with your family as other people or other medical specialties or other even surgical specialties. You have to prepare that you have to give up something, maybe your parenting or your marriage or marriage may fail. كل الحاجات دي لازم تبقى not because you're gonna turn into a bad person because it just time. فإجابتي لسؤال حضرتك هو إني you have to prepare yourself. بغض النظر هل حد تاني ممكن يشيل مسؤوليات معينة أو تنظمي حياتك أو تنظم حياتك إني لا أنا مش هرتبط دلوقتي مثلا لغاية ما خلص الترينينج. واحنا بنتكلم على في أمريكا هنا الريزيدنسي لوحدها 7 سنين, وكمان لو هتاخد فيلوشيب هيبقى سنة أو سنتين بعدين, فاحنا بنتكلم على 9 سنين after you match you gonna be super busy, you gonna be لكن في ناس برضو حسب برضو المكان, يعني في ناس get lucky, there are some programs they have 2 years of research. فأنت عندك سنتين, في ناس كتيرة لو في هم في البروغرامز دي, ودي بروغرامز قليلة يعني مش كتير, they can do something in their life during these 2 years, but you gotta still take calls. It doesn't mean that you're gonna make like you're gonna do research, but at the same time you're gonna make do some calls. لكن your overall lifestyle is gonna be a little bit better during these 2 years of research, and usually they're PGY4 and PGY5. لكن طبعا اخر سنتين PGY6 PGY7 you're gonna be super busy, you're gonna be in the hospital almost all the time. فده اجابتي لسؤال حضرتك. جميل. طيب وده السؤال ده كان من ضمن الاسئله اللي كنا هنسالها, كويس ان احنا جاوبناه. انا هطلب بس من حضراتكم لو تكتبوا الاسئله في الشات بوكس او كده, وبعدين هنرد على كلها نهايه علشان نقدر يعني نستغل الوقت أفضل استغلال. طيب دلوقتي أنا كطالب طب يا دكتور جون, لسه أنا طالب في الكلية سواء أنا في أولى أو في ستة, إزاي أعرف إن أنا ميال للتخصص ده وإزاي أعرف إن أنا هكون شاطر فيه؟ يعني إحنا اتكلمنا في جزء الشخصية نفسها, الجزء الثاني إنه go to the operative room, جو يعني حاول تدخل أوضة العمليات. أنا معرفش النظام التعليمي في الجامعات المصرية دلوقتي إيه, بس حاول تخش أوضة العمليات, حاول تشوف الناس دي بتعمل إيه أو بيتكلموا مع بعض إزاي. أنا بقول كده لأني اختيارك وإنت في مصر يعني لو هتختار جراحة المخ والأعصاب لازم تشوف على, احنا بنتكلم على مصر أو أي دولة غير أمريكا, لازم تشوف وضع جراحين المخ والأعصاب في مصر الأول إيه. لأني أنا مش بقول إن الفرص غير متاحة في أمريكا, لا, بس
وانا انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا، وانا بحاول ادخل التخصص ده، كان عندي في امريكا هنا كان عندي احتماليه او الريال اودز بتاعتي ان 90% I'm gonna go back، لاني صعوبه الماتش اللي انت شايفه حواليك بيقول لك لا ده في 90% احتمال ان انت ترجع مصر. فخلينا مور رياليستيك، لو انت عاوز تشوف جراحه المخ والاعصاب شكلها ايه، شوفها في بلدك الاول، شوف الناس دي بتتكلم ازاي مع بعض، بتتعامل مع بعض ازاي، روح لجراحه المخ والاعصاب، وروح الجراحات التانيه، روح ادخل عمليات جراحه عامه، ادخل عمليات رمد، ادخل عمليات اي ان تي، كل لو انت عاوز تبقى جراح بشكل عام. احنا دلوقتي عدينا مرحله حسيت نفسك لا انت بتعاوز تشتغل بايدك، انت حاسس نفسك ان عندك الليدرشيب سكيلز، عندك ان احساس ان انت تقدر تشتغل تحت ضغط، ده كويس خالص. لكن بيقولوا هنا في امريكا للاطباء او لشباب الاطباء نيورو سيرجري از يو بيك اب نيورو سيرجري باي اكسكلوجن، يعني ما بتختارش انت لو انت مش عاوز اي تخصص تاني يبقى تاخد التخصص النيورو سيرجري، لاني يعني هي فيها شويه ساركازم يعني، لانه طبعا التخصص دقيق وصعب وبياخد منك وقت من حياتك، والدخول فيه برضو مش سهل. فدايما بيقولوا بص على كل حاجه، لو انت رافض كل حاجه تاني تعالى جراحه المخ والعصب. ما تكره بنت النيورو سيرجري. فانا نصيحتي اني ادخل اوضه العمليات بتاعت جراحة المخ والأعصاب، ادخل أوضة العمليات بتاعت التخصصات التانية، لأنه who knows maybe you would like ophthalmology، ممكن تحب الرمد، ممكن تحب الجراحة العامة أكتر، ممكن تحب الأنف والأذن أكتر. حلمك تبقى جراح مخ وأعصاب، لكن قبل ما تعرف او ما زي ما بيقولوا ايه يعني you gotta date each specialty first, you gotta go with each specialty first, قبل ما to get married to neurosurgery you gotta do some dates يعني فاهمني. فروح التخصصات التانية الاول، شوف انت حابب ايه، يمكن في تخصص تاني يعجبك اكتر. النقطة التانية كلم الناس، بس تبقى حذر جدا وانت بتكلم الناس، لاني كل حد في اي تخصص هو وصل للوضع يعني وصل للي هو وصل له بشكل مختلف، هتلاقي في ناس بتحبطك كتير. انا شخصيا في ناس احبطتني كتير يعني، لما حاولت اتكلم مع بدون ذكر اسماء يعني، لما حاولت اتكلم مع ناس جراحين مخ وعصب هنا في أمريكا وكلمتهم وقلت لهم نفسي، قالوا لي لا 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 يا جون، اوعى تفكر في الموضوع ده مستحيل مستحيل. لكن في ناس برضو جراحين مخ وعصب هنا قالوا لي لو انت persistent وحابب المجال وحابب ان انت تضحي وحابب ان انت تتعلم الأول وعارف ان انت احتمالية كبيرة ترجع مصر، وكانوا very realistic معايا، لكن قالوا لي مفيش مستحيل، كل حاجة ممكن، بس لو انت عاوز عارف الأول انت عاوز ايه وعارف مفاتيح النجاح، فهتلاقي اللي هيحبطك وهتلاقي اللي يشجعك، بس اللي يشجعك بشكل موضوعي زي ما انا بعمل كده، لان انا بحاول اعمل كده دلوقتي. انا بقول للناس مفيش مستحيل، كل الفرص متاحة، بس الفكرة الأول إيه اللي هيخليك سعيد؟ إيه اللي هيخليك ناجح؟ وإيه اللي هيخليك to look back ويقول I did something really good in my life؟ دي المفاتيح الأساسية لبداية طريقك في اختيار التخصص وفي اختيار البلد اللي أنت هتشتغل فيه. فأنا شايف أني بالنسبة لطالب الطب زي ما قلت، اعرف نفسك الأول، شخصيتك شكلها إيه، نمرة اتنين شوف تخصصات مختلفة وادخل وقضي وقت في تخصصات مختلفة، وابدأ كلم الناس وقول لهم أدخل التخصص ده إزاي أو إزاي أنجح في التخصص ده. جميل. طيب
احنا اتكلمنا عن السمات الشخصية المعتادة لأهل التخصص ده سواء الجراحين أو ميديسن. طيب ايه الكتاب أو الموقع أو الفيديو أو الريسورس اللي ترشحه لحد عشان يتعرف على التخصص وياخد فكرة متزنة عنه إن وجد؟ بص نزار، يمكن ما عنديش يعني one resource، بس يعني في يوتيوب فيديوز كتيرة بتتكلم عن اللايف ستايل اوف نيوروسيرجري، وعن ال وفي resources كتيرة اونلاين، يعني ممكن تجوجل يعني نيوروسيرجري لايف ستايل. في بعض الكتب بتساعد على اختيار التخصص في الطب، لا تذكرني أسماء، يعني ما فيش أسماء على، معلش يعني ما فيش أسماء محددة على بالي دلوقتي، لكن أنا أعرف ممكن يعني أنا وإنت نعمل شوية ريسيرش بعد ما نخلص، ويعني تتفضل، مشكورة إن أنت تنشئ ماشي، يعني مفيش تكتب مشكلة. الريسورسز دي، لكن ما فيش one resource I can give it to you and tell you like just read it and you will know. طب ما فيش فورم فممكن مثلا بتجتمعوا فيه، او مثلا مكان ويب سايت سنترال يكون، يعني هل مثلا زي يعني مثلا في الرمد في الامريكان اكاديمي مثلا، واحد لو دخل طبعا هناك الامريكان هيلاقي كده وكده الدبل مش اي عارف ان ايه. اس، طبعا في الدبل اي ان اس اللي هو الامريكان اسوسيشن اوف نيورولوجيكال سيرجنز، في السي ان اس اللي هو الكونجرس اوف نيوروسيرجنز. طبعا دي المؤسسات او المين اسوسيشنز هنا في امريكا، طبعا هتلاقي فيها، بس هيبقى فيها الكلام اكتر موجه للجراحين اكتر من الميديكال ستودنتس، فعشان كده انا برضو حاولت اتفادى المواقع دي، لان هي يعني بتكلم الناس اللي جوه التخصص اوريدي. تقدمة لكن شوي. عشان حد يبقى بيدور على ريسورس يساعد، وهل ازاي يخش نيوروسيرجري او طبيعة التخصص النيوروسيرجري، مفيش مواقع معينة على بالي دلوقتي، بس ممكن اعمل شوية ريسورش ماشي، وابعت لك. طيب ربنا يكرمك يا رب. طيب سؤال برضو يمكن جاوبنا بارشالي عليه، هل المادة العلمية بالنسبة لي لازم تكون ممتعة؟ هل التخصص متغير بشكل مستمر ولا هو ثابت هتعلمه مرة واشتغل بيه سنين؟ أعتقد حضرتك بص، جاوبت على السؤال تقريبا. في طبعا بريد اند بار، يعني في طبعا الاساسيات، يعني دي ما بتتغيرش كتير او مش هتتغير كتير مع مرور الوقت، اللي هو الشانتنج، الهيدروسيفلس، التراما، الديكومبريسيف كرينيكتومي، السباين فيوجن، الديسك، علاجات الديسك، الحاجات دي كلها يمكن يعني طبعا ثوابت، او دي الفاندمنتالز يعني بتاعه البراكتس لاي حد، لاي نيوروسيرجن، دي ما بتتغيرش كتير، او بيبقى فيها موديفيكيشن، او ممكن شركه معينه تعمل يعني انسترومنت معينه ممكن تساعد، او لكن بشكل عام ما تتغيرش. لكن في طبعا المجالات في نيوروسيرجري طبعا فيري دايناميك، زي الفانكشنال نيوروسيرجري او الجراحات الوظيفيه، اللي هو الديب برين ستيميليشن او التحفيز العميق للمخ، السباينال كورد ستيميليشن، جراحات الابيليبسي، جراحات الصرع، جراحات الاوعيه الدمويه، اللي هو يعني بيحصل شيفت شويه توورد الكاثترايزيشن والانيوريزم كويلينج عن الاوبن سيرجيكال كليبنج. يعني دي يمكن الجزء اللي في النيوروسيرجي اللي هو مور دايناميك، متغير اكتر. لكن يعني اقدر اطمن الناس اني لا، يعني وده اللي دايما بقوله، اني حتى هنا في امريكا دايما بقول اني your target is not to be the best neurosurgeon in the world. Your target is to be a safe neurosurgeon. This is the key. لو انت safe، لو انت تعرف 80% بس من العمليات او 50% بس من العمليات، لكن بتعملهم بشكل صح، وعارف ازاي بتعملهم، you know what you're doing, you are fine. You are safe. You are successful. You don't have to be
يعني حد من البيج نيمز دول ناس لظروف معينة قدروا يوصلوا لأفكار معينة أو قدروا يعملوا عمليات معينة أو they come up with things there they spend a lot of time doing this and a lot of effort and it took away a lot of their life. لكن أنت برضو لازم تعرف حدودك إيه أو ما تخليش التخصص ياخد take over your life لأن ده برضو ده خطأ. فدايما اللي أنا دايما بقوله إني لو أنت safe neurosurgeon أو safe surgeon بشكل عام في العملي في 50% أو 80% من العمليات اللي تقدر تعملهم ده absolute success. لكن في جزء طبعا بيبقى more advanced more dynamic في تكنولوجي في ريسيرش طبعا ده more kind of more interesting. لكن أقدر أقول إن الغالبية العظمى من جراحين المخ والأعصاب حتى هنا في أمريكا بيعملوا ال basic 80% of the procedures. ال 20% الفاضلين بيعملهم ناس معينة في institutions معينة وده مش يعني ده it's not gonna take out of your career if you're not able to do those procedures. This is the nature of the institution. They have the support system. They have the team that they're able to do this with. أغلب التخصصات بتبقى كده يعني مش كله بيعمل بالزبط. كله يعني. بالضبط. طيب كلام جميل. هل ال يعني برضو من الأسئلة المشهورة هل العائد المادي بعد التريننج كافي ان هو يرضي الطبيب بعد مشقة سنوات التدريب دي ولا it's not worth it لو هو الاساس بس هو الـ financial compensation؟ هو الاساس financial compensation طبعا ده دي فكرة خاطئة تماما وانا اتكلمت فيها وده يعني لانه انا شايف ان ده اول فكرة للفشل يعني. لكن الـ financial compensation it's going to be okay. You're going to be financially okay if you're successful, if you're able to do everything safely in the right way from the technical standpoint and from the moral standpoint. لو انت هتتبع الجايدلاينز لان طبعا سواء في مصر او في امريكا في ناس كتيره زي يعني بيبقى عندهم مشاكل عاوزين they more money they get into malpractice they make mistakes they go to jail. فزي ما بيقولوا ايه الرضا بالحياه او لكن اقدر اقول اني لا لو هتبقى نيوروسيرجن في امريكا هتعيش حياه كريمه هتعيش حياه كويسه مش هتبقى يعني you're not gonna be really like driving a Lamborghini or like يعني مش الهدف لا مش هتوصل لان ده في فرق ما بين ال financially stable where wealthy you're not gonna be wealthy to be a neurosurgeon you're gonna be financially stable ده اللي اقدر اقول. طيب ايه طب خلينا اسالك على الحته دي علشان دي برضو من الحاجات اللي انا بتسالها كتير. يعني معنى كده ان انا دلوقتي انا راجل حاسس ان انا يعني بن كارلسون في نفسي وان انا بقى ايه هبقى برين سيرجن قد الدنيا وهبقى بقى راجل يعني جراح بقى برين سيرجن بقى والفلوس بقى ترش عليا من كل ناحيه واعيش بقى مش هلاقي وقت اصرف الفلوس دي ولا يعني هودي الفلوس دي فين؟ ما انت مش هتلاقي بالظبط كده انت مش هتلاقي وقت ان انت تصرف الفلوس دي. بص يعني هبقى برضو رياليستيك طبعا العائد المادي لتخصص جراحة المخ والأعصاب من أعلى العائلات يعني من عائدات المادية المحترمة في يعني مقارنة بالتخصصات التانية بس ما فيش فارق شاسع. هتقدر تعيش ولو انت عاوز تتجوز او متجوز هتقدر تدخل ولادك مدارس كويسة مدارس محترمة هتقدر تسافر هتقدر تجيب بيت كويس هتقدر تركب عربية كويسة يعني انا مش يعني حياتك هتبقى financial stable يعني لكن اللي هو الاحلام الفانتاسيز لا يعني عشان كده انا بقول في فرق ما بين financial stable و wealthy. You're not gonna be wealthy. Wealthy ده معناه you're gonna be a multi-millionaire. It's not gonna happen.
even after you spend all these years, you're not going to be a multi-millionaire. لكن حياتك هتبقى حياة كريمة، حياة كويسة. وده طبعا دي بقى حاجة ما اقدرش اقول يعني ايه الحياة الكريمة بالنسبة، انا بالنسبة لي حياتي بالنسبة لي دلوقتي حياة الحمد لله يعني كويسة. طبعا لكن انا مش بدور ان انا اركب عربية ب 2 مليون دولار او يبقى عندي مانشن او يبقى عندي، دي مش احلامي او دي مش خليني سعيد. لو انت احلامك ان انت تبقى عندك مانشن ويبقى to يعني drive فيراري أو لامبورجيني، يبقى تدور على حاجة تاني بقى، ما أعرفش. ما فيش في الطب مش الحاجات دي. هتحصل. لا لا. او يمكن لو النوايا بقت موجهة للسكك دي انت، ده بيخليك اصلا ما تعرفش تكمل في ما الاتجاه. بالضبط، ما ده اللي بحاول أقوله في الأول، إني don't be يعني don't be fooled. Don't be fooled with other people tell you, or don't be fooled with the, what the media is telling you, or don't be fooled with the prestige. You're يعني انت في الاول وفي الاخر طبيب. صح. طبيب بكل مسؤوليات الطبيب، بكل العواقب القانونية اللي انت ممكن تخطئها كطبيب. حياتك برضو مش هتتعدى الليمت اللي انا بتكلم فيه ده. فلو في أحلامك إن أنت عاوز تبقى جراح مخ وأعصاب عشان الحاجات دي، طبعا أول حاجة أنت هتفشل. I guarantee you're gonna be fired within a year or two. يعني لأني أنت دخلت المكان الغلط، والكلام ده يعني بيحصل مع مع مش مع أنا مش بتكلم عن الفورين ميديكال جراديويت بشكل خاص، أنا بتكلم عن أي جراديويت أو أي ميديكال ستودنت لو هو داخل اي تخصص بهدف المادي وما عندوش الباشن وما عندوش الـ 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 القدره ان هو يشتغل تحت الضغط، وبيدور على حاجه تاني من ورا التخصص، مش هيقدر يستحمل. انا فضلت 17 سنه، يعني 17 years of training means it's 17 years of being financially unstable. طبعا يعني انت كمرتبك برضو كنايب، زي يعني نايب نيورو سيرجري هنا بياخد زي نايب البطنه بالظبط، يعني ما فيش في اثناء النيابه لا يوجد اي اختلاف، ودي نقطه لازم نواب فقراء. يعني برضو ده بالعكس، ده انت هتشوف نايب البطنه بيتخرج بعد 3 سنين ويبقى اتندنج، وبيبقى مور فاينانشالي ستيبل عنك، ان انت بتفضل كمان لسه قدامك 5 سنين كمان عشان تبدأ تقول يا يعني يا مسهل ادي ابتدينا نبقى مور ستيبل. ف you're gonna be very frustrated, you're gonna be very depressed, and you're gonna fail. واو، دايما هي اكتر لحظة مؤلمة اللحظات اللي بتقضيها في المستشفى وانت بتقارن نفسك في التخصص المتعب ده بباقي التخصصات اللي عايشين زي الفل، و عاملة زي المقارنة أثناء الكلية لما تبص على خريجين أي كلية تانية بدأوا حياتهم وبقوا عايشين وكويسين وانت بالزبط. لسه بتذاكر عشان تمتحن نفس بالظبط بالظبط بالظبط. فطبعا عشان كده أنا حبيت أبدأ كلامي بقول الاختيار الأساسي ليس الاختيار المادي، ليس الاختيار البرستيج، ليس الاختيار للكنترول. الاختيار الأساسي هو حبك للتخصص، وقد ايه هتقدر يعني it's tough، يعني قد ايه هتقدر تستحمل، وقد ايه how much you're gonna pay out of your own life, out of your own time. We're talking about like your lifetime. يعني زي ما بقول لك هتدخل وانت بني ادم، هتطلع بني ادم تاني، او يعني you're gonna be in a different age period. يعني هتطلع في different age period. يعني في الفترة دي هل أنت مستعد أن أنت تضحي بكل السنين دي تحت الضغط ده؟ I give it up with happiness. I give it up with passion. I give it up because I feel I'm not going to be happy anywhere else, or I'm not going to be happy in any other specialty. And that's my own choice. This is my personal choice. لكن لو كان هدفي الأساسي إن أنا مستني اليوم اللي أنا هتخرج فيه، لأ، ما أنت بتعيش سنين sleep deprived. يعني sleep deprivation لوحده
it can make you crazy if you're not going to be able to hold yourself together and you have يعني التارجت بتاعك اكبر من كده بكتير لان انت الفلوس دي ممكن تعملها في اي حاجه تاني. لو دخلت الستوك ماركت وعرفته في خلال سنتين ممكن تعمل فلوس اكتر من اي نيورو سيرجن فور اكزامبل. انا بتكلم بدي يعني just an example. لا انا معاك, انا بقالي سنتين بعمل جنرال سيرجري والسليب ديبريفيشن ده يعني ما يعني ات افكتد ماي سانيتي يعني بقيت بالظبط حاجه مش طبيعيه يعني. بالظبط. طيب انا اسف ان انا مش بخوف الناس او بس انا بقول مش بقول ان هو مستحيل بس انا بحاول اوصل الجزء العلمي والجزء الانساني في لان لما انصح او اقول لحد خش نيورو سيرجري ده مسؤوليه عليا انا. ممكن بكون لو انا شايف ان ده انسان غير قادر وبقول له لا خش التخصص وفي يوم من الأيام حس إنه هو فقد حاجة في حياته سواء نفسه أو عيلته أو ده في حد ذاته مسؤولية. أنا معاك في ده, بالعكس أنا شايف إن الرياليستيك أدفايس أهم لأن الفانتاسيز والأدفايسز اللي بيقولها بعض الناس بس علشان يحتفظوا بالواو إفكت بتاعهم على الآخرين دي بتبقى نصائح مدمرة للكثير من الناس. وبرضو يمكن حضرتك برضو برجون يعني شفت في خلال رحلتك مش بس السلكتيف بايس اللي حصل في الآخر لكام واحد ميد ات, بس انت شفت المئات اللي they couldn't make it بعد ما خسروا حياتهم وضحوا بحاجات كتير وزي حرقوا برضو مراكب كتير وما عرفوش يطلعوا بأي نتيجة في النهاية. فبرضو ده مهم في نصايحك ان انت عندك النظرة المتوازنة لده. دي حقيقة. وأنا شفت يعني هضرب مثال بسيط يعني أنا شفت تشيف ريزيدنس يعني بقالهم 7 سنين في التخصص هنا في أمريكا وبقال فضل لهم 3 شهور أو 4 شهور ويتخرجوا و they get fired for some reason. But I'm just giving this, it's a kind of extreme example. I'm not saying this is happening in all the institution, لكن it can happen. Because they care about the patient. Number one is the patient priority. If you get loose, if you think you're taking this for, it's guaranteed, it's not guaranteed until the last moment. لغاية اللحظة اللي انت بتستلم فيها الشهادة انت انا كنت نفسي on call يعني my graduation was at 9 o'clock in the morning I was on call overnight until 6 and 7 a.m. and I went to the ICU I rounded in all the patients I gave my report then I went to my graduation party. يا ربي ف انا بدي ده مثال لان لا ده مش مثال لصعوبه السيستم لا ده مثال للامانه ان انت لازم تبقى امين حتى اخر لحظه طبعا لازم تبقى امين على عيانينك طول ما انت لان انت في الاول وفي الاخر طبيب بغض النظر انت العريس اللي هتتخرج ولا يو everybody is cheering you and celebrating your time but في الاول وفي الاخر في عيان في الاي سي يو مسؤول منك في اهل عيانين في الاي سي يو مستنيين كلمه منك فواجبك الاول كطبيب وامانتك كطبيب قدام نفسك وقدام ربنا دي اهم شيء لاني لو انت عملت ده صح حتى اخر لحظه ربنا هيكرمك على اللونج تيرم ربنا هيفتكر لك اللي انت بتعمله ده على اللونج تيرم وهيوقف معك على اللونج تيرم. صحيح. طيب نسأل بعد كده على نوع المرضى المعتادين في المجال ده, هل التيبيكال اوتكم بتاعهم ساتسفاكتوري ولا البروجنوزز عادة بيكون بور؟ بص يعني تخصصات جراحة المخ والأعصاب من التخصصات برضو اللي أقدر فيها ميزة عن يعني مش زي الإنكولوجي يعني بص أنا مش هدي أرقام مش هقول
20% من العيانين او 30% من العيانين. انا هقارنها بس ببعض التخصصات اللي انا شايف ان هي way much more rewarding psychologically. فمش بقول ان كل عيانين النيوروسيرجري البروجنوز بتاعهم باد. I would say maybe 20% of the patients, يعني عيانين الجي بي ام اللي هي الجلايوبلاستوما مالتيفورم او النوع من معين من انواع البرين تيومرز, يعني ده البروجنوز بتاعهم بيبقى باد. السيفير برين انجري, السيفير سباينال كور انجري, فالحاجات دي طبعا لكن النيوروسيرجري طبعا اتس مور ساتيسفاينج عن الانكولوجي. طبعا الانكولوجي انت بتتعامل مع تخصص في a lot of bad prognosis. انا شايف ان النيوروسيرجري برضو, انا مش بقلل من قيمه اي تخصص, لكن مثلا more rewarding ليك كطبيب عن النيورولوجي. يعني النيورولوجيكال ديزيز برضو there is a lot of disease, there is no cure. انت بتتعامل مع عيان الستروك اللي already had a stroke or a neurodegenerative disease or metabolic diseases. You're not, it's all under research. It's you're just saying hi, okay, how are you doing, send them to the physical therapy to just keep them going and that's it. You're not doing much. لكن انت كنيوروسيرجن, if you fuse a spinal fracture or treat a cerebral hemorrhage or treat a brain a head trauma and you save this patient life or this make this patient walk again or move again or do like a deep brain stimulation, عيان باركنسون ديزيز مش عارف يشرب وبيهز ايده على طول وابتدى بعد الوقت بيشرب وبيقدر يتعامل ويبقى انسان من اول وجديد. It's very rewarding. It's very rewarding. فأنا بقول لا, في النقطة دي أنا شايف أني تخصص جراحة المخ والأعصاب من التخصصات ال very rewarding and you feel really good about how the patient outcome. فال patient outcome is it's in my opinion is very satisfying in a lot of situations. جميل, كويس أوي. طيب عايزين نعرف إيه أفضل يعني الأماكن اللي ممكن الواحد ياخد فيها تريننج على النيوروسيرجري in a global fashion. يعني هل أنا واحد دلوقتي ممكن أنا أسافر أي بلد, هل الأفضل أو المتعارف عليه مثلا يعني أنا ما أعرفش إيه أكتر إيه, هل مثلا الناس بتحس إن التريننج مثلا في أمريكا مور سيستماتيك عن إنجلترا versus أستراليا versus ألمانيا؟ إيه المعتاد اللي بيتقال عن الدول المختلفة؟ بص يعني برضو أنا يعني جزء من أمانتي الشخصية ما عنديش معلومات تفصيلية عن التخصص في بعض البلدان الأخرى, لكن يمكن ميزة جراحة المخ والأعصاب في أمريكا إنه يمكن عدد السنين أقل ببعض الدول التانية. يعني مثلا التريننج في اليابان 10 سنين, التريننج في اليوكي 10 سنين, فبعض البلاد التانية أطول. جزء الفاينانشال ريورد, يعني جزء الفاينانشال أنا شايف أنه هو برضو أفضل من بعض الدول التانية. طبيعة التريننج طبعا في دول كتيرة أو يعني حتى جوه أمريكا, يعني مش كل الانستيتيوشن زي بعضها. فأنا شايف أن برضو هيبقى في ظلم لو قلنا الدولة دي أفضل من الدولة دي. أو إحنا بنتكلم عن إيه المتاح, إيه الدول اللي ليها أو أنت ممكن تاخد فيها التخصص. اللي أعرفه يمكن أنا معلوماتي غير كافية, غير الولايات المتحدة أنا شايف أن ألمانيا بتتيح للفورينرز أن هم يدخلوا التخصص ده على حسب علمي. المملكة المتحدة بتتيح على حسب علمي برضو. اليابان ابتدت تتيح, أنا أعرف يعني ابتدوا يغيروا شوية لأن هم محتاجين دكاترة أكتر.
لكن انا ما اقدرش اقول ايه الباثوي، انا ما اعرفش للاسف. لكن اعرف ان بعض الدول زي استراليا او نيوزيلند او كده صعب يعني وهي انا ما مش حاسس ان في اي ادفانتج يعني حتى فاينانشلي في الدول دي. لكن اعرف ان استراليا ونيوزيلند صعب، او كندا صعب برضو. اعرف ان بعض الدول العربيه بتبعت لبعض بيبقى في اتفاقيات ما بين الدول العربيه وكندا، فبتبعت بعض الطلبه بتاعتها، لكن ما اعتقدش ان الكلام ده مطابق يعني ينطبق على مصر. لكن اللي اعرفه ان في بعض الدول العربيه عندها اتفاقيات مع الحكومه الكنديه، فهتلاقوا بعض الدول العربيه ليهم ريزيدنس في كندا. لكن طب للاسف كندا عندهم مشكله ان السبوتس فور اتندنج نيو ريسيرشرز مش كتير. يعني انا بشوف كنديان نيو ريسيرشرز دي تراين تو جيت جوبز هير ان يونايتد ستيتس، دي كانت فايند ا جوب ذير. ف يعني يمكن انا برضو بحاول اجاوب على اسئلتك بكل امانه، ف لا لا بالعكس، ده دي معلوماتي اللي يمكن تكون محدوده شويه عن التريننج وطبيعه التخصص في الدول الاخرى غير الولايات المتحده. من الحاجات المحترمه جدا اللي انا ببقى بحب جدا كل مره اسمعها فيها ان الضيف يقول ما اعرفش، ده في حد ذاته درس كبير. لان على الجانب الاخر انا زي ما بقول لحضرتك، انت بتوازن ما بين ناس كتير ممكن انها تظهر ان هي تحاول تبان تعرف كل حاجه او فمن قال لا ادري فقد افتى، ده في حد ذاته درس مهم يعني. فانا بشكرك على مزبوط هذه الامانه، دي حاجه انا بقدرها جدا. مزبوط ينزار، ثانك يو. جميل. طيب نفترض انا واحد مش عايز اسافر، انا واحد دلوقتي في كليه في مصر، في الاردن، في السعوديه، في تونس، وهل ممكن ان انا اصبح كومبتنت نيوروسيرجن بعد فتره ما، ولا في سقف مش هعرف ان انا اعديه مهما عملت؟ زي ما قلت، هو حسب الهدف بتاعك ايه. نمرة واحد. النمرة اتنين، انت في جزء you have to control yourself, you have to know what you want to do. بمعنى اني انا مش هتكلم عن البلاد التانية، انا هتكلم عن مصر. طبعا يعني ممكن في بالتريننج بتاعك في مصر مش هتقدر طبعا تشتغل بعض الجراحات اللي احنا بنعملها هنا في الولايات المتحدة، او مش هتبقى نسب النجاح او الشفاء بالشكل اللي موجود هنا في الولايات المتحدة. طبعا في مراكز محترمة جدا في مصر، بس لما يعني لأن المراكز دي ابتدى يبقى فيها سيستم، ابتدى يبقى فيها تيم وورك، عارفين طبيعة عيان جراحة المخ والأعصاب إن هو محتاج نيوروكريتيكال كير دكتورز، بعدين محتاج ترين نيرسينج بعدين. ف you're gonna be okay, you're gonna be fine. برضو نظرتنا إني ده كوكب آخر وعالم آخر، ده نظرة مش حقيقية. لو انت هتخلص التريننج بتاعك في انستيتيوشن معين في مصر، سواء في مستشفى جامعي او في مستشفى تعليمي، وقدرت تخرج من التريننج ده بعدد معين من البروسيجرز، عدد معين من العمليات، وهتتعلم وتعملهم بشكل آمن وأمين، وتتعامل مع المرضى بشكل آمن وأمين، ده في حد ذاته نجاح. وتحقق لنفسك حياة مستقرة وحياة أنت راضي عنها، ده في حد ذاته نجاح. لو أنت سقف أحلامك أعلى شوية وعاوز تتعلم أكتر، ممكن تسافر، ممكن تسافر عشان تتعلم. وده اللي أنا بدأت بيه. يعني أنا ما كانش برضو، أنا كنت جاي هنا والناس كلها بتقول لي ممكن تيجي وتسافر، لكن احتمالية أن أنت تبقى جراح مخ وأعصاب في أمريكا it's almost zero. يعني ده الكلام اللي كان بيتقال لي أنا شخصيا.
لكن ده ما منعنيش، لان ده كان هدفي كان مختلف شويه. هدفي ان انا اتعلم، هدفي ان انا اقضي وقت في حياتي عارف اني لو عدى انا مش هعرف اتعلم تاني، او مش هعرف اسافر تاني، او لو فتحت عياده في مصر خلاص يعني هنسى حلم السفر او حلم التعلم، مش هنقول حلم السفر لان ما كانش الهدف السفر، هو الهدف كان اصلا التعلم. في تعلم شيء انا ما كنتش لاقيه، او على الاقل في المركز يعني في المكان اللي كنت خلصت فيه تعليمي ما كانش موجود، فيمكن ده كان دافع. الدافع الثاني ان انا كنت في جزء برضو جزء تحدي لظروفي انا الشخصية، حبيت برضو اني مش اثبات لكن اثبت لنفسي اني انا مش اقل من حد تاني، مش عشان انا صعيدي ولا انا من جامعة من جامعات الصعيد ولا يعني اسمي ولا ديانتي ولا تقدر تمنعني ان انا انجح، وتقدر تمنعني ان انا احقق نفسي واعمل اللي انا عاوزه. اعمل اللي انا عاوزه مش التحدي، مش في المركز اللي هوصل له. التحدي اني اعمل اللي انا حاجه اللي انا بحبها بغض النظر عن المجتمع والظروف اللي حواليا عاوزه تخليني ايه. المجتمع والظروف اللي حواليا عاوزه تخليني في شكل معين، انا ما كنتش راضي بالوضع ده، لان كان حلمي اكبر، وكان يعني الموتيفيشن بتاعي كان اكبر من الظروف اللي حواليا، فخلقت لنفسي الفرصه، وفي نفس الوقت خليت اني يبقى عملت حسابي على فرص الفشل. كان في ريسك كبير جدا ان انا افشل، لكن حتى لو كنت رجعت مصر ما كانش هيبقى فشل بالنسبة لي، لأن أنا خدت الفرصة وعلمت نفسي، وكنت هستخدم اللي أنا اتعلمته ده في عياميني. فالفكرة إني لو فوق، لو سقف أحلامك أعلى شوية ممكن تسافر وتبدأ تتواصل مع ناس هنا أو في بلاد تانية، وتتعلم مثلاً جراحات معينة وترجع تشتغلها في مصر، ليه لا؟ فال ultimate happiness مش في أمريكا، ولا ال ultimate happiness مش في المركز اللي هتوصل له، أو أنت بقيت أستاذ جامعي أو غير أستاذ جامعي. الفكرة إن أنت جراح آمن وأمين. أنا عاوز الناس تفتكر الكلمتين دول، أنت جراح آمن وجراح أمين. فالجراح الآمن ده جراح شاطر، وجراح هو بعرف بيعمل إيه، والجراح الأمين ده هو جراح أمين قدام نفسه وقدام العيان وقدام ربنا. دي دول الكلمتين اللي أنا عاوز أقولهم في النقطة دي، وهم أبلغ من أي كلام الحقيقة. لأن أنا يعني من الحاجات اللي أنا بشكرك عليها هي مسألة التجرد من الذات اللي واضحة في كل كلامك. يعني ده من الحاجات اللي أنا بعتبرها إرشادية جدا، لأن كان ممكن. ولذلك أنا يعني أنا سعيد إن حضرتك اللي قاعد معانا بتتكلم، لأنه في ناس كتير ممكن في الجراحين الإيجو بياخدهم ويبقى الكلام كله على أساس إنه المفروض الواحد يبقى بيسعى وشايل الشعلة وبيعمل مش عارف إيه وبتاع، مش مهم اللي بعد يتبهدله، المهم إن إيه أفضل بص بطل بص في بص الجمال. انذار، انا يعني من السهل على اي حد يقول ان انا طفره، وان انا انه يعني ربنا اداني مهارات خاصه ما ادهاش لحد تاني، لكن انا شايف ان كل ده كلام ضعيف جدا وكلام فاضي. الفكره كلها اني يعني لما ربنا اراد لنا ان احنا، او يعني اخترنا لنفسنا ان احنا ندخل في الطب وفي علاج الناس، وان انت تشيل مسؤولية حياة بني آدم، دي أمانة. وفي نفس الوقت لازم تبحث جوه نفسك عن قد ايه تقدر تدي. طول ما انت حاسس ان انت تقدر تتعلم اكتر، طول ما انت حاسس ان انت تقدر تدي اكتر كمل. لو انت حاسس ان انت
تقدر تدي نفس تدي بشكل يريحك انت ويريح المرضى بتوعك في مصر، خليك في مصر. حاسس اني عاوز تتعلم اكتر وعاوز تعرف اكتر عشان تفيد عيانينك برضو، سافر، بس سافر عشان تتعلم، ما تسافرش عشان تعيش ولا تسافر عشان الناس تشاور عليك وتقول عليك بص الدكتور كذا في جامعة كذا في الولايات المتحدة أو في اليو كي أو في whatever، مش هتبقى مبسوط في الآخر. صحيح صحيح، أنا أشهد على ده الحقيقة. طيب السؤال بعد كده، ندخل بقى على المتطلبات اللازمة للوقت. IMG درس الموضوع كويس وفكر مع نفسه ولف على التخصصات، دخل أوضة العمليات كلها، اشتغل مع نيوروسيرجنز في بلده، حس إن هو عايز إن هو يدخل في هذا المجال، وافق تماما على ان هو يصبح راهب في محراب هذا التخصص وان هو يسعى فيه، اشتغل مع ناس والناس المنتورز بتوعه اثنوا عليه وشجعوه، او يعني حس انه الموضوع مش من طرف واحد، انا بحب التخصص خاص في رايح جاي. ايه بقى الاولويات اللي المفروض يركز عليها هذا الشخص بداية من وهو في الكلية مرورا بالامتياز بلس ماينس لو خد نيابة في بلده؟ تمام، ده سؤال جميل جدا وسؤال مهم. طيب بص، احنا يعني انا اللي فاهمه من سؤالك ان طبيب في مصر عاوز يبقى جراح مخ وعصب هنا في الولايات المتحده. بالضبط. انا شايف ان ده عباره عن تو باث ويز، يعني ده بناء على الناس اللي انا شفتهم ك international medical graduates how they got into neurosurgery في امريكا. في كاتيجوري من الـ الناس اللي في under training أو already graduated هنا في أمريكا كانوا أصلاً جراحين في مصر. ف الباثوي الأولاني إن أنت تخلص النيابة بتاعتك أو some sort get some sort of certification that you are fully trained neurosurgeon in your own country. فاهمني؟ سواء كنت زمالة مصرية أو ماجستير أو دكتوراه، لكن الفكرة إن الباثوي الأولاني إني تخلص تمرينك في جراحة المخ والأعصاب في مصر، وده ينطبق عليا وينطبق على، أنا شايف إن مش عارف أقول الغالبية العظمى ولا لأ، بس في إطار الناس اللي أنا أعرفهم هم الغالبية العظمى إن هم كانوا أصلا جراحين. يعني الجراحين المصريين حاليا كانوا معظمهم، أو مش هقول كلهم، كانوا أصلا لأ مش كلهم، سواء مدرسين أو مدرسين مساعدين في جامعات في مصر، ده معناه إن هم كانوا جراحين بمعنى إن هم they're able to do procedures، وده ساعدهم بعد ما خلصوا المعادلة إن هم يجوا هنا ويبدأوا طريقهم الأول، سواء كان كresearch fellowship أو كانوا جايين ببعثات، والبعثات دي أتحلت لهم إن هم يكملوا هنا وياخدوا clinical fellowships. لان انت لو انت مخلص المعادله، انا هنتكلم بشكل عملي، لو انت مخلص المعادله وي سي اي سي في اي سي في ام جي سيرتيفايد وانت جراح مخ واعصاب، يو هاف ا ماستر ديجري او معاك دكتوراه جراحه المخ والاعصاب في مصر، تقدر تاخد كلينيكال فيلوشيب في النيوروسيرجري. برضو فيها ميزه اني مش كل الفيلوشيب اي سي جي مي سيرتيفايد، يعني مش بتدخل في الماتشنج سيستم، يعني مثلا في البطنه الفيلوشيب تحت الماتش سيستم زيها زي النيابه بالظبط، لكن في جراحه المخ والاعصاب لا. الجراحه المخ والاعصاب ممكن في بعض الانستتيوشن بتتيح للانترناشونال ميديكال جراديويت ان هم يبقى كلينيكال فيلوز لو هم fully trained، وطبعا معاهم المعادلة عشان يقدر ي practice او ياخد الستيت license. فالناس في او يعني الغالبية العظمى مننا بدأوا كده، ان احنا خلصنا التريننج بتاعنا في مصر وجينا وعملنا المعادلة وابتدى المشوار.
اني من ريسيرش فيلوشيب لكلينيكال فيلوشيب لكذا، في ناس عملت واحد واثنين وثلاثه يمكن كلينيكال فيلوشيب وفضلوا في السيستم لغايه ما قدروا يدخلوا في الماتش سيستم ويدخلوا النيابه ويكملوا هنا التريننج. الجزء الثاني او الاذر باثوي لو انت فرضا اني انت يعني ما عندكش اي فكره عن جراحه المخ والاعصاب، طبعا ما حدش هنا في امريكا هياخدك، يعني you have to do something. فالاذر باثوي اتس ريسيرش، انا بتكلم على ريسيرش معناه اكستنسيف ريسيرش، انا بتكلم مش بتكلم على 6 شهور ولا سنه وقدرت تنشر مثلا 2 3 4 بيبرز، لا انا مش هدي رقم، انا ما فيش رقم معين. انا شايف كده في ناس بيقول لك اكتر من 40 ريسيرش، هي الفكره ان وانا بعمل انترفيو للريزيدنتس لل ام سوري للميديكال ستودنتس ما عنديش وقت ان انا ادور او اعد كم ريسيرش اتعمل، هي الفكره الاوفر اول بيكتشر، احس وات كايند اوف امباكت هاف يو دان اون ذا نيوروسيرجري، ممكن يلفت نظري بحث او اتنين واتناقش معاك فيهم واحس ان انت فعلا كنت مؤثر في البحث ويو ميد ا تشينج، يو ميد ا ريل تشينج. فالفكره مش بالعدد يعني ان انا هدي لك بعدد، يعني ما تتوقعش اني لو او احيانا في ناس بتفكر كده لو انت جبت اكتر من 250 في ستيب 1 بلس 40 ريسيرش ايكوالز ريزيدنسي، نو اتس نوت اتس نيفر ذس واي. يا ريت كانت كده والله، في ناس بتفكر كده وانا شفت كده في بعض التعليقات. لكن الفكرة كلها إني how you gonna convince people or neurosurgeons you made it you have some sort of impact on the field by working with certain neurosurgeon well known neurosurgeons that they give you a very good letters of recommendation, real letters of recommendation talking specifically in details about you, about your skills, about your effort, about your hard work, about your personality and everything. Even better, أكيد أنت عارف الكلام. Or even better, they make a phone calls for you. مش phone calls on your favor because they're convinced you deserve it. You are better than anybody else and you deserve this opportunity. فالفكرة أني يعني تعمل يعني هنقول كده بالبلدي تعمل حسابك في أربع سنين hard work تنشر فيهم وتخلي الناس تعرفك وتخلي الناس تحس أن أنت فعلا very passionate and you really want it and you are trainable. دي the key point أن أنت trainable. دي يمكن ملهاش تعريف معين لكن دايما بنقولها ان احنا تحس ان انت ممكن تبقى very smart but I feel that you're not trainable. I cannot train you for some other reason. Maybe you're arrogant. Maybe you're not nice to other people. You think that you are the smartest person on the planet. This is a minus. You get out. But if you are a hard worker and you are humble person and you are easy to train انت عجينة and you learn fast and you apply what you learned, this is the key point. لو الناس حست ان انت عندك المواصفات دي تقدر من النقطة دي تقدر to back you up وتساعدك وتعمل الفون كولز وتبعت letters of recommendation get you in. فالكونكلوجن اني يا اما تبقى جراح يا اما تخلص النيابه بتاعتك وتاخد الماستر بتاعك وتخلص المعادله وتيجي هنا وتبدا مشوار، ممكن تعمل شويه ريسيرش الاول وبعد كده ممكن تعمل كلينيكال فيلوشيب بتعرفك على الناس وبتعرفك على الناس. الناس مش هتثق فيك اوتوماتيكلي برضو، يعني انت برضو لازم تبقى شاطر، لازم تبقى knowledgeable، لازم تبقى تثبت للناس ان انت hard worker، كل الحاجات دي. الجزء الثاني او الباثوي الثاني ان انت
تيجي وتديكيت certain years of your life and you do a real research that make people feel that you have a real impact on the field and you go from there. وأنا أعرف برضو أمثلة قدروا ييجوا هنا وعن طريق research قدروا يدخلوا ويماتش هنا نيوروسيرجري. أنا مش عاوز أذكر، أنا يعني مش عاوز أذكر أسماء معينة لأن أنا مش عاوز يعني لازم أخد طبعا تصريح من الناس دي إن أنا أقول أسماءها عشان الناس ما تبدأش تتواصل معاها أو كده، لكن أنا شايف أني اللي أنا يعني دي خلاصة يعني تجربتي الشخصية ودي خلاصة اللي أنا شايفه حواليا أو الناس اللي دخلت المجال دخلت إزاي. طبعا السكور مش هقول رقم معين، يعني السكور لازم يبقى سكور محترم برضو عشان الناس تبقى عارفة. في الانترفيو يبقى فيه فلتريشن سيستم، يعني مثلا البروجرام ممكن يجيله 1000 ابليكيشن، هو بيعمل فلترينج what application he can look up، فهو بيعمل numbers معينة، مش هقول أرقام معينة بس لازم يبقى good. أنا عارف طبعا حتى السيستم اتغير دلوقتي، البرسنتايل الثري ديجيت طبعا أي على أيامي أنا لازم كان كله ناخد 99 برسنتايل وأبوف 250 والكلام ده، دلوقتي بقى باس فيل كمان بقى سكور. يمكن أسهل دلوقتي كان بقى باس فيل. فطبعا يعني أنا هتكلم على وقتي أنا، لا كان هدفي إن أنا وأنا بذاكر إن أنا كنت عارف if I get less than 250 or less than 99% percentile maybe I was wrong but that was my plan. I will give up لأن أنا realistic برضو، لأن أنا مش هبقى مثلا I failed step one وعاوز أدخل neurosurgery، صعب جدا. أنا برضو بحاول أبقى realistic أو failed في أي step مثلا وعاوز أقول لهم، يعني برضو they measure how good you are as a student how good you are because when you go to a program احنا بناخد board exams والboard exams people يعني programs بتنشر النتائج بتاعت النواب بتاعتها، ف البروجرام برضو عاوز نواب عارفين ان هم زي ما بيقولوا ايه يعني بتوع مذاكره، يعني you are a good student you're not only a good surgeon or a hard working surgeon no you have to make sure that you gonna get into the exams and get high scores. فطبعا يعني انا بحاول برضو اتكلم بشكل موضوعي، ف you have to be good at everything to be honest you have to be really good good in your research very good in your research very good in your previous training very good in your USMLE scores. حلو قوي. طيب ايه ال يعني يمكن السؤال ده شويه عام بس انا حابب اعمل بيه برين ستورمينج معاك، ايه الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها الناس لما يمشوا في سكه النيورو سيرجري في امريكا دي؟ بعد ما يماتش ولا قبل؟ حلوه دي الاثنين. بص بعد يعني هي من الأخطاء الشائعة بعد هتكلم في جزء يمكن ما جاش على بالي ناس، بس الأخطاء الشائعة بعد ما تماتش من الأمثلة اللي أنا شفتها، نمرة واحد you take it for granted إن أنت تفتكر إن أنت once you match you're gonna graduate this is not true. زي ما قلت لحضرتك ان انا يعني until the last moment I was rounding I was doing my job it's your job. الناس هنا as long you're doing your job nobody will say like you're awesome it's your job you have to do your job. فالفكرة الأولانية إن في ناس خدتها كgranted و they got loose و they started to be bad residents and they got fired. النقطة الثانية إن أنت تدخل في personal conflict، إني أنا شوفت ناس بتدخل نفسها في personal conflict جوه البروجرام مع attendings مع other residents.
يعني they could have easily avoided doing this. لكن بيدخلوا بقى في personal conflict على أسس شخصية أو أسس اختلافات في الاجتماعيات، أو عاوز يفرض هو آراءه الشخصية على الكالتشر اللي حواليه. طبعا دي خطأ شائع جدا، وأنا شفت طبعا أمثلة. نمرة ثلاثة، لازم تفتكر دايما ان انت you are an FMG, you are a foreign medical graduate, you are a foreign medical graduate, you have the stamp. ده مش عيب، لكن انت مش من البلد دي، انت مش مولود من البلد دي. You didn't go to medical schools and pay and get loans from the bank. هم الناس دي عارفة كويس، الناس دي عارفة كويس ان انت عملت مجهود وكل حاجه، لكن يعني برضو عارفين ان طبعا السيستمز فيها فاريشن والفيرنس فيه فاريشن كتير، لكن لازم تفكر نفسك انت من جواك. You have to always keep it in your mind that you have to work hard, not as much as other people, harder than other people, even twice as hard than other people. لازم تفكر نفسك برضو ان ال threshold of forgiveness it's way much lower in your situation. This is realistic. ممكن نتكلم عن ال بس ده fairness برضو، لان انت برضو يعني ده في حد ذاته fairness، لاني you're not from this country. You are a foreign medical graduate. You are supposed to come here and go back to your country. This is what the system says. فلازم تحط في اعتبارك ما تدخلش نفسك في مشاكل شخصية، ما تدخلش نفسك في مشاكل أو conflict ثقافي ما بينك وما بين المجتمع اللي حواليك. فكر نفسك دايما أن أنت foreign medical graduate. بالبلدي كده أنت جاي تاكل عيش، بمعنى أن أنت تركز في شغلك وفي نيابتك وتخليك في حالك وملكش دعوة بالناس اللي حواليك. Don't take it for granted. يعني مش معنى ان انت دخلت النيابة، انت ممكن تدخل نيابة وبعد شهرين يمشوك وانتهى وتحط عليك الاستامب ان انت you fired، وانسى قصة امريكا دي خالص. فطبعا دي من الاخطاء الشائعة جدا ان الناس بتقع فيها. طبعا بعد ما مش في التخصص النيوروسيرجري بشكل خاص، في اي تخصص يعني، في اي تخصص، لكن طبعا كل ما زاد التخصص يعني كل ما طبيعه التخصص بقيت مور sophisticated او مور stressful، او الناس مش ما فيش مجال للايرور، المجال الخطا قليل جدا. طبعا كل ما كانت كل العوامل دي بتأثر عليك بشكل أكبر من أي من تخصصات تانية. قبل كده طبعا، قبل الماتش طبعا، زي ما احنا بنقول يعني اني you get into unfortunately and I'm not saying because like but unfortunately you get bad scores أو you failed in one of the steps. مش هقول ان دي نهايه المطاف، لكن لازم to compensate it with a very 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 strong outstanding factor. I don't know what it is but it's a package. ما فيش حاجه اسمها عامل واحد، هي مجموعه عوامل. طبعا السن، طبعا كل ما لو بالذات لو انت مش جراح، كل ما كان السن اقل شويه كل ما كان فرصك اعلى، لان طبعا البرفورمانس بتاعك وانت 25 مش زي البرفورمانس بتاعك وانت 40. You they know this and your adaptation to sleep deprivation is not going to be as good when you're 40 years old versus you're 25. الفكره انه they want you to be يعني السيرجري it's a physical work. It's you need fitness, you need to be healthy. فالعوامل دي كلها هم حط يعني مع كل الاحترام، ما نقولش مثلا ان انا عندي 40 سنة ولسه هبدأ نيابة نيورو سيرجري. طبعا مش هقول ان هي امبوسيبل، انا شفت امثلة على فكرة بس مش مصريين، شفت امثلة اجانب. لكن
from realistic point of view. أنا شايف إن أنت يعني it's like a 40 years old and you want to go to the Olympics. يعني أنت عاوز تدخل you're gonna do the marathon في الأولمبيكس وأنت عندك 40 سنة. ممكن تبقى يعني مش خارق يعني، لكن من الناحية العملية لا، كل ما كنت younger يعني more young يعني the more the younger you are the it's gonna be in your working in your favor basically. فطبعا دي الحاجات التانية، ان انت مثلا تيجي مكان وتقعد مثلا سنة سنتين وما نشرتش حاجة، او you just hanging out يعني الناس حاسة ان انت، وانا شفت امثلة زي كده الناس بتاخد بعثات يعني. انا يعني انا كنت دايما حاجة بتحزني يعني، انا شفت انا جيت هنا ومن غير لا بعثة ولا يعني ما خدتش اي فلوس لا من مصر ولا من امريكا ولا اي حاجه، بس شفت ناس جايه بتاخد مرتب من مصر وعايشه على المرتب ده ومش عايلين هم حاجه، they're just hanging out, they're just like doing nothing. لو ربنا اكرمك وادالك فرصه استغلها كويس واستغلها بامانه على حسب برضو انت عاوز ايه، لكن ما تجيش مكان سواء جيت ببعثة أو جيت بغير بعثة we you're just hanging out, you're just not doing nothing. يعني ساعات فما تتوقعش برضو ما تقولش الناس أنا بقالي سنتين هنا. طب ما هو السنتين دول أنت طلعت، هي الفكرة بالproductivity. It's not about time, it's not about how nice you are. You may be the nicest person in the whole earth and like you're just hanging out with people loves you, but at the end of your time what you have produced nothing. ده مش هيساعدك. في حاجه هنا يمكن مشابهه قوي في النيور سيرجري مع الرمد، انه دايما لما حد بيبقى جاي عايز يعمل ريسيرش، يعني عاده بقول لهم انه المشكله ان انت لازم تالاين ثلاث نجوم بعض، ان انت تشتغل مع حد هلو هل تسمعوني؟ ايوه سامع. طيب كنت بقول لحضرتك انه لازم الواحد يالاين ثلاث نجوم مع بعض، اولا يشتغل مع حد برودكتيف عشان خاطر هو برضه يبقى برودكتيف ويطلع شغل كتير مش مجرد يبقى بيعد ايام، ولازم يكون مع حد محترم، لان انت ممكن تشتغل مع ناس يعملوا لك البحر طحينه ويوعدوك الجنه وما فيها، وفي الاخر يقول لك unfortunately الدنيا competitive ومش عارف ايه، او هو ليتر كده تعبان يكتبوا لك خلاص بعد سنين من العذاب. الحاجه الثالثه انه يكون paid، لان انت محدش هيقدر على حسابه يقعد سنين بالمنظر ده. بالظبط دي حقيقه. فده انا طبعا موافقك على كل كلمه انت بتقولها، يعني انت فصلتش يعني او قلت كلام I missed it or I wanted to say it، لكن طبعا انا موافقك تماما على الكلام اللي انت بتقوله. الله يخليك. طيب بعد كده سؤال، هل في ابحاث معينه الواحد يحاول ان هو يشارك فيها دونا عن غيرها، ولا any research any publications are created equal when it comes to neurosurgery؟ لا ما اقدرش اقول ان في certain research يعني، بس طبعا الريسيرش اللي في المجالات اللي we still investigating we still trying to figure out يعني او فيها myths كبيرة. على سبيل المثال في مجالات زي الفانكشنال نيوروسيرجري مثلا او الفاسكولار نيوروسيرجري، او لو عملت ريسيرش في مجال مثلا زي السباركينود هيموريج او البوست انيوريزم رابشر فيزوسبازم، او انا مثلا لما اخترت مجال الريسيرش ابتديت فيه، ودي كانت نصيحة أنا أعتز بيها لغاية دلوقتي، أنا كنت أصلا جراح، فلما جيت هنا ما حبيتش أبقى في ميديكال لاب ريسيرش، أو أنا ابتديت بالكادافر يعني كادافر ديسكشن يعني في سكال بيز لاب، يعني كنت بعمل عمليات في اللاب يعني كأني بعمل عمليات بالظبط.
مرنت نفسي على المايكروسكوبيك سيرجري، وكانت فرصة مش للريسيرش بس، لكن انا I advanced my own skills. فدي فكرة يعني، انا ده يمكن كان كلمة موجهة اكتر للناس اللي شغالة في مجال جراحة المخ والاعصاب، يعني اختار ريسيرش يعلمك، ما اختار ريسيرش برضو تطلع منه بمعلومة، لان زي ما بقول اني لو انت هدفك الاساسي اني تبقى جراح مخ واعصاب، انا شخصيا ما اعرفش فورين ميديكال جراديويت مصري يعني جه هنا وهو جاي هنا مخصوص عشان يبقى نيوروسيرجن هنا. الأمثلة القريبين مني أو اللي أعرفها كلنا جينا passionate about certain fields، جينا عشان نبقى scientists، عشان نتعلم حاجات معينة في المجال، وشغلنا و our skills our hard work helped us somehow to get into the training and like graduate. لكن بالنسبة لحد بيبدأ، أنا موافق تماماً على موضوع ثلاث نجوم ده. أنا شايف إن هم يدوروا أكتر لأنه it's open field، في حاجات كتير، يدوروا على حد productive، حد معروف، حد nice أو they're known that they're able to help people. ده أكتر، ده مهم أكتر من هم هيشتغلوا في إيه بالظبط، لأن you can make an impact at any field. فأنا مش عاوز أقول fields معينة إن هي دي الكيز. you can يعني مثلا head trauma، لو أنت عملت بحث محترم جدا في ال head trauma، ودي حاجات أساسية، this is the bread and butter of neurosurgery، وعملت كم بحث محترم في الهيد تروما، لا يعني this is gonna help you. فأنا شايف ان الثلاث نجوم اللي انت قلتهم دول اهم يمكن من اختيار المجال معين في مجال النيوروسيرج. ويمكن السؤال ده جاي من علشان خاطر في مصر كتير طلبة دلوقتي بيحبوا يعملوا، وبقى في جروبس كتير حتى بيشاركوا في ريفيو ارتكلز وسيستماتيك ريفيوز وميتا اناليسيز. هل ده بيكاري ذا سيم ويت اف ذي تراي تو دو مور برايمري فوكس؟ I would say any effort it counts. Any effort. يعني انا مش بقول لا، يعني ما دام معاك وقت وما دام انت you wanna do it, do it. Don't think like too much about like how, like because it's a research. يعني that دي فكرة research أصلا. يعني you can spend years in a certain like working in a certain idea and it's not gonna work. Your hypothesis is not working. This is the idea of research. You're not going into research because you know that the outcome. This is the real research. We go into because we are curious about the outcome. As long you have the time and you have the effort and you put the effort to do any sort of research, so can clinical research or meta-analysis or collaboration with certain institution وتعمل لهم الستاتستكس بتاعتهم, this is great. This is going to help you. It's going to count. حلو قوي. كويس. هو انا بسال عن ده عشان في تخصصات يقول لك لا والله برايمري والسكندري ده ملوش اي يعني فاكتور بالنسبه لنا، في تخصصات تانية يقول لك لا زيهم زي بعض، فده بيبقى مهم الواحد يبقى عارف قبل ما يخش في الحاجه ايه اللي هيفيده اكتر في الاتجاه بتاعه. فده حلو جدا. كويس. طيب كده انا خلصت الاسئله اللي هي الستاندرد. عندي بقى الاسئله اللي هي المشاهدين حطوها واحنا جاوبنا على بعضها، فاللي فاضل مش كتير اوعدك. مش اتفضل. انا لا في برامج عادة بتاخد بس هيسبانكس، هل لو تعلمت أسباني ده هيزود فرصي عندهم أو بشكل عام في الريزيدنسي؟ طبعا يعني في يعني but it's not a strong factor to be honest. It's not a strong factor. احنا بنتكلم لو الكلام ده لو بنتكلم على family medicine أو بنتكلم على internal medicine، لكن neurosurgery it's a plus, but it's not like they're not going to pick you up specifically because you know. طبعا it's a plus, but it's not like it doesn't have a strong impact. No.
اوكي طيب، هل لو واحد عنده fine tremors او essential tremors ممكن يبقى neurosurgeon؟ برضو احنا هل الكلام ده يعتمد على this is your own feeling or this is a real diagnosis؟ يعني هل انت او ردي على صاحب السؤال، هل حد متخصص نيورولوجيست شخصك وقال لك انت عندك essential tremors، ولا حد اوهمك بكده؟ لاني انا في حق ده يعني، هو ده شيء يعني رجعني شويه بكده بالذكريات، ان واحد قال لي في يوم من الايام you have يعني you cannot be a surgeon، يعني and he was not even a neurosurgeon، يعني he was just like a surgeon and he told me I think you cannot do surgeries، I think you have something. I was a medical student. I remember that. And here I am. I am a neurosurgeon. فأنا مش عاوز حد برضو، أو بالذات الطلبة، لأن في طلبة للأسف بيقعوا فريسة نفسيات معينة، إن حد يقول لهم كلمة تدمرهم. فأنا بقول لصاحب السؤال ده investigate it. See if you have a real diagnosis of tremors أو أنت عندك essential tremors. وأنا I doubt. فأنا بقول له يا دكتور روح لحد متخصص وشوف. بس طبعا بشكل عام، أي ألو أيوة فندم معك. بشكل عام أي حد عنده يعني physical disability it can be an obstacle. يعني لأن إحنا يعني we work with our minds, our eyes, our hands. That's it. فأنا بقول للدكتور أو للدكتورة، يا دكتور أو دكتورة ما تخليش حد يوهمك، روح لحد متخصص وشوف هل فعلا أنت عندك neurological disease ولا لا. لو ما عندكش keep following your dreams and you can do it. جميل. طيب هل ممكن واحد يعمل residency في بلده وبعدين يجي أمريكا يعمل fellowship ويبراكتس بعدها على طول، ولا لازم يعيد نيابة في أمريكا عشان يبراكتس؟ ده سؤال حلو. بص، to be board certified في أنا بتكلم في neurosurgeon، to be board certified you have to go through residency. لكن في بعض الأمثلة أني قم هنا أو أنا ما أعرفش حتى، يعني الكلام ده أنا بذكر أمثلة ناس جت هنا من 10 سنين أو من 15 سنة، they have done multiple fellowships. بس العيب إني you're gonna be certified only in the hospital you're working inside. بمعنى لو أنا عملت كذا fellowship والمستشفى دي، وده وضع نادر جدا لان طبعا ده مسؤولية قانونية على المستشفى، لان طبعا ال 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 from the legal standpoint they always pressure them to hire board certified neurosurgeons. If you're not board certified you can get a restricted license inside the hospital, but I don't think you're going to be paid as good as the board certified. And number two, if you get kicked out of the hospital, you're done. You cannot find another job. And this is very rare, very rare places. And they're usually small places that they can take you. لكن طبعا عيبها إني they can twist your arm very easily. يعني وضع هش جدا، وضع هش جدا. عشان كده انا اتقال لي الكلام ده، بس طبعا انا اخترت ال يعني قلت if I'm gonna do it I'll do it right. انا ما كنتش برضو يعني ما كنتش متخيل ان انا مثلا هبراكتس مثلا 10 سنين في مستشفى وحصلت مشكله وفجاه الاقي نفسي خسرت الكارير بتاعي في مصر، وفي نفس الوقت خسرت الكارير بتاعي في الولايات المتحدة. فطبعا it's risky. It sounds like more يعني easy in easy way. وأنا برضو على ما أعتقد دلوقتي في الوقت الحالي، لأن حصل يعني shift إن تقريبا معظم المستشفيات they hire or they do their best to hire
board certified neurosurgeons. بس مش هتقدر تبقى board certified من غير residency. You have to do residency. طيب ايه الفروقات الاساسيه ما بين النيور سيرجري براكتس في الاكاديميه فيرسس البرايفت في نبذه كده؟ اكاديميا فيرسس برايفت في الولايات المتحده الاكاديميا طبعا بيبقى ليك يعني اكاديميك دايز تبقى لازم تبقى مور برودكتيف ان ريسيرش بشكل عام الفاينانشلي البرايفت بشكل عام انا مش بقول ان ده البرايفت مور لوكريتيف يعني ممكن تعمل فلوس اكتر في البرايفت عن الاكاديميا الاكاديميك بليسز از دي دونت باي از good as the private places يعني هيبقى يعني الاكاديميا طبعا لو معاك ريزيدنس دي ميزه وعيب يعني ده الريزيدنس ان انت you have to take responsibility of teaching the residents بس في نفس الوقت you gonna take the responsibility of their mistakes الميزه في البرايفت you do everything by yourself this is your case you're doing everything and you're putting all your experience in the case but in academic places you're going to be a little bit of under pressure that you have to teach those residents you have to let them do certain parts but if they make mistakes it's your own personal responsibility ultimately طيب جاوبنا على السؤال بتاع الفيميلز والسؤال بتاع البرستيج وبرضو السؤال بتاع التخصصات الأخرى في سؤال هنا أنا مش فاهمه بس يمكن حاجة تفهمه هل الجينوم وايد أسوسيشن ستادي المبنية على داتا من السي بايو بورتال والأذر سيميلر ريسورسز هل دي تعتبر strong publications to consider? It is considered طبعاً بس يعني مش يعني they're not gonna pick somebody based on only one publication زي ما أنا قلت people have to know you people have to know you somehow you're not gonna يعني فرضاً على سبيل المثال يعني you are مش هنقول في جمهورية مصر العربية هنقول أنت neurosurgeon في اليابان تمام we very advanced hospital system we you have done like very very strong like you won almost the Nobel Prize it doesn't mean that they're gonna take you they're gonna take you as like maybe professor في research ولا حاجة لكن عشان تبقى neurosurgery residents في personality qualities they have to know about it and you have they have to know about it from a very يعني very good resource for them يا إما في نفس ال institution اللي انت اشتغلت فيه يا إما الناس اللي انت اشتغلت معها هتكلم الناس التانية سواء عشان يكلموا عن how the other aspects are you trainable are you not just smart you're trainable you're a hard worker كل الكلام ده لكن هي الفكره في فكره ان احنا نفهم طريقه الاختيار مش على اساس بحث واحد او 50 بحث ده في حد ذاته شيء كويس بس ده مش كل حاجه كويس طيب مين بيمانج التروما عادة في النيوروسيرجري ولا الأورثوبيدكس if it's like a skull based thing I guess لا النيوروسيرجري طبعا النيوروسيرجري يعني الهيد تروما طبعا النيوروسيرجري السباين بيبقى بعض الأماكن بيبقى فيهم أورثوبيدكس بيشتغلوا السباين برضو فبيبقى مثلا داي يعني أسبوع وأسبوع أو يوم ويوم بس غالبا بيبقى اسبوع واسبوع بيبقى alternating between neurosurgery and orthopedics ده زي الهاند تروما كده ما يبقى اسبوع general surgery اسبوع plastic surgery حسب بي يعني بالضبط كده spine في بعض المستشفيات الثانية ما بيبقاش فيهم ما عندهمش ortho spine surgeon فما احنا بناخد الكولز كلها gotcha okay how useful is green card للماتش طبعا very very useful لاني ده بيوفر على المستشفيات ان هم find you a sponsorship
like a J1 or H1. فده بيوفر طبعا، بيزود الفرص طبعا. جميل. طيب ايه مدة الـ different fellowships في النيوروسيرجري، او ما تتراوح من كام سنة لكام سنة؟ معظم الفيلوشيبس سنة واحدة، بعض الفيلوشيبس زي الاندوفاسكولار دي بتبقى سنتين، فلكن معظم الفيلوشيبس تبقى سنة واحدة. طيب النيوروسيرجيكال اونكولوجي فيلوشيب، حد بيسأل تحديدا عليها، دي هي افضل مكان ممكن ياخد تريننج فيها؟ في أماكن كتيرة، في زي كليفلاند كلينيك، في كيترينج سنتر في نيويورك، في تكساس عندهم نيورو أونكولوجي فيلوشيب محترمة جدا، لكن في أماكن كتيرة في أمريكا عندهم الفيلوشيب دي. بس يعني على سبيل المثال زي ما بقول، في كيترينج وفي كليفلاند كلينيك وفي في تكساس، فيها أماكن كتيرة فيها الفيلوشيب، وكل كل الفيلوشيب ليست موجودة في الـ WNS ويب سايت. حلو قوي، جميل. طيب ما مقدار الاوفرلاب او التشارك ما بين النيورولوجي والنيوروسيرجري؟ اين يكمن الخط الفاصل بينهما؟ هو نيوروساينس تيم، يعني ما يعني هو ده سؤال، يعني مش عارف هو قصده في الشغل، يعني في الكولابوريشن بين ذا تو ديبارتمنت. طبعا في كونسلتس رايحه جايه بين النيورولوجي والنيوروسيرجري، لكن بيبقى في خط فاصل طبعا بين النيورولوجيكال ديزيز والنيوروسيرجيكال ديزيزز. الحاجه اللي هي فيها شويه جراي زون ان في النيورو انترفنشنال، في بعض النيورولوجيست بيعملوا ستروك فيلوشيب او نيورو كريتيكال كير فيلوشيب عشان يقدروا ياخدوا الاي ار فيلوشيب، الانترفنشنال فيلوشيب، الانترفنشنال راديولوجي فيلوشيب. ففي بعض الناس اللي بتشتغل قسطره هنا في امريكا، في بعض منهم نيورو سيرجنز، في بعض منهم اغلبهم نيورو سيرجنز، في بعض منهم نيورولوجيست، وفي بعض منهم راديولوجيست، بس ده في الاي ار، بس في الاسطره بس. حلو قوي. اعتقد هو بيسال عشان في مصر حضرتك عارف فيه اللي هو النيورو نيورو سايكايتري على بعض. ما فيش الكلام ده. لا طبعا ما فيش الكلام. هل ترشح ان الواحد يعمل ماستر وبي اتش دي ولا مش ضروري لو عشان يكمل في امريكا؟ كل مكان درجاتك العلميه اعلى طبعا، دي كلها اتس زي ما بيقولوا ايه، يعني all goes into the same packet. يعني ده الكونسبت اللي انا بحاول اعيد للناس، there is no ما فيش خلطه معينه، او ما فيش 1 2 3 4 5 and you're going to be a neurosurgery resident. هي الفكره كلها it's package. انت بتحط فيها كل الكريدنشلز بتاعتك من اول يور يعني سنه تخرجك كانت امتى، السكورز بتاعتك، الريسيرش اكتيفيتي، الماستر ديجري اللي خدتها، البي اتش دي، الامباكت في الاتش فاكتور بتاعك، الكلينيكال فيلوشيبس اللي عملتها، الليترز اوف ريكومنديشن، الناس قايله عليك ايه، الكونكشنز بتاعتك، كل احنا بنتكلم عن اتكلمت عن 10 حاجات اهو. ما فيش حاجه يمكن اقوى من حاجه، كلها بتصب في باكج واحده، كلها بتعوض بعضها بحيث ان هي بتصنع منك جود كانديديت فور تو بي ا نيورو سيرجري ريزيدنت. جميل. طيب احنا قدامنا يمكن 5 دقايق بالكثير، انا عارف وقتك مش عايزه ان انا لا يا حبيبي. انا هنا مثلا في حد بيقول، ويمكن السؤال ده على فكره انا بستقبله كتير قوي، ان هو يقول لك دلوقتي اي جوجلد لقيت ان في نيوروسيرجنز بيعملوا 2-3 مليون دولار في السنه، يعني ده مش كفايه ان الواحد يبقى ويلثي ولا
ده بيفكرني بالعيانين اللي بيعملوا جوجل وبيقولنا في العيادات ويتكلموا عن الجوجل. انا مش بقول ان انا مش بقول اني لا في يعني لو بصيت على في بعض الجي اي سبيشالست، في بعض الكارديولوجيست، they can make up to 2 3 4 مليونز. I get it. But أولاً ده مش الستاندرد، ودول بيبقى ليهم administrative position أو بيبقى ليهم يعني زي حصة في المستشفيات بتاعتهم، بيبقوا ده مش شغل عمليات بس، ده بيبقوا عندهم مشاركات في، بيبقى عندهم private centers بتاعتهم، ويبقى عندهم أصلاً investment في الراديولوجي، وinvestment في الـ ICU، investment في الريهاب. فأنا مش بقول إن ده الغالبية العظمى، أنا بقول إن في بعض الـ exceptions، لكن دول بيبقوا more يعني it's a يعني بيزنس او يعني مش عمليات بس. فبس انا اقدر اقول يعني ده مش الافريج ابدا، لا. يعني في مواقع زي الام جي ام اي او دي بتنشر الافريج الريال افريج اوف انكم فور يعني ايتش سبيشالتي اند ايتش ستيت. وبرضو اللي بيحسب ده يا دكتور، لو انت قاعد من دلوقتي بتحسب ده بياخد كام وده بياخد كام، ده مش مكانك. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، لاني الموضوع ارقى واسمى من كده بكتير. معلش يعني انا دي نقطة انا هركز فيها شوية، بس بقول له يعني ده مش مكانك، لاني مش هو ده اللي هيوصلك، لان ده مش لازم يبقى عندك اصلا المؤهلات عشان ممكن تعمل 3 4 مليون دول في اي مجال تاني، صدقني. وانا اقول لحضرتك هو جاي منين الفكره برضو، لان الواحد ممكن بيقول لنفسه انا دلوقتي هبذل مجهود كبير في الاتجاه ده، وهحط فلوس ومجهود ومش عارف ايه، وابعد عن اهلي واتغرب و و و فيمكن بيحاول يوجد موتيف معقول يصبروا على ممكن. بس برضو ارجع واقول اني الانكم بتاعك، ما انت زي ما بقول حسب الولايه اللي انت موجود فيها، الموضوع في امريكا موضوع معقد، التاكسز، الكوست اوف ليفنج. انت ممكن تعمل يعني ممكن تعيش في كاليفورنيا يعني وتعيش بالنص او تلت اللي هتعيشه بيه في كاليفورنيا، وتعيش في الاباما وتعيش في نفس المستوى. فيعني you can make 250 in Alabama but it's like 2 million 1 and a half or 1 million in California. يعني برضو دي نظرة أنا شايف إن هي نظرة محدودة شوية و very primitive عن الموضوع الأساسي اللي هو أنت رسالتك إيه كدكتور. ما أنت برضو ممكن حضرتك تبقى جراح مخ وفي أعصاب في مصر وتعمل فلوس كويسة برضو، بس بالأمانة يعني دي قصة، دي ده جزء بقى يعني جزء أخلاقي يعني. لأني لو كان هدفك الفلوس هتغلط، يعني هتغلط. لو كان هدفك الفلوس يبقى في يوم من الأيام في شركة سباين هتقعدك وتقول لك يا دكتور هندي لك فلوس، وهتكشف في يوم من الأيام وهتخش السجن. لأني كلنا هنا ممكن نعمل فلوس كتير، بس هل الفلوس دي جاية من مصدر أخلاقي ولا غير أخلاقي؟ لو أخلاقي هتفضل طول عمرك مرتاح وعايش حياة آمنة ومش خايف من أي حاجة. لكن طول ما أنت لو هدفك أنت تعمل فلوس أكتر ودخلت في قصص مالهاش لازمة، ده أول طريق للفشل يعني. والله أنا بشكرك، لأن الحاجات دي يعني هي مش بتلقى قبول عند الكثير، بس هي دي حقيقة. فيعني دي الحقيقة، لأن برضو زي ما بقول، لأن لو حد مثلا بيفكر في تخصصات معينة عشان شاف رقم معين أونلاين، ده يعني ده يعني بيضحك على نفسه وبيضحك عليه، لأن الموضوع أعقد من كده بكتير. بالظبط. لأن الموضوع أصلا قصة تاني خالص عن، بس هتعيش حياة كريمة يعني، هتعيش حياة كريمة
هتعيش financially stable، ده في حد ذاته شيء كويس. Yeah. وانا متاكد برضو ان في دكاتره يعني في كل التخصصات مليونيرات، وفي برضو دكاتره في تخصصات من اللي الافريج فيها عالي ديت عايشين بالظبط. يعني على الاقل. يعني you can go to، انا هقول لك فكره حلوه كويسه، روح ميديسن وخد جي اي فيلوشيب وهتعمل، صدقني هتعمل فلوس كتيره جدا. طيب سؤال هنا ظريف، يعني كشخص جاي من الصعيد ازاي اتعاملت مع فرق الثقافه في امريكا؟ هو ده برضو يعتمد على ثقافتك انت كشخص. يعني هو برضو الستيريوتايب، فكرة الستيريوتايب، يعني انا ما جيتش هنا بعمة وما يعني الناس دي لا انا احسن قصدي مني، كونسرفاتيف بيرسون يعني. احسن مني ومن اي حد، بس ده يعني يعني ده يعني ده تقليل من اي حد جاي من، يعني وده اثبات ان كله يعتمد عليك انت كشخص وعلى عليك انت كبني ادم وعلى قدرتك الشخصيه ان انت تحسن من نفسك، وقدرتك الشخصيه ان تثبت لنفسك وللي حواليك ان بغض النظر لونك، جنسك، دينك، ميل ولا فيميل، من فين، كل ده ما يهمش طول ما انت عندك هدف، وهدف نبيل، ومشيت في الطريق الصح اللي انت عرفت بيه نفسك كويس، وعرفت بيه قدراتك، وعرفت. وده سؤال مش وحش على فكرة، لان طبعا لو حد في على سبيل المثال متعسر في اللغة الإنجليزية، أو عنده مشكلة في اللغة، أو عنده مشكلة في الكوميونيكيشن، ده طبعا ده يعني big red flag، يعني طبعا مش هتقدر تكمل. بس الفكرة إن ما تخليش حد يوهمك بكده، ما تخليش حد يقلل منك او يقول لك ده انت عشان من فين مش هتقدر تعمل ايه. لا، هي الفكره ان انت how do you know yourself، how do you know your abilities، your skills، how far you can go. This is the key about between you and yourself. Don't let anybody put you down. Don't let anybody tell you who you are or what you should be. That's the point. جميل جدا. طيب أعتقد إحنا كده خلصنا الأسئلة كلها، بس عندي دايما أنا سؤال فلسفي أخير كده، يعني لو رجع بيك الزمن وأنت تعرف اللي تعرفه دلوقتي، هل كنت هتختار يعني نفس، هتختار الطب، هتختار نيور سيرجري، وهتختار أمريكا؟ هختار الطب، هختار النيورو سيرجري، هختار امريكا. بص، يعني زي ما بيقولوا ايه، كل واحد برضو في جزء، يعني ايه، يعني ده اعتقادي الشخصي، اني في جزء ربنا عارف إيه انت تقدر تفيد بيه ناس معينين، او تقدر يبقى ليك رسالة معينة في الحياة. ممكن يكون يعني عشان تأدي رسالتك دي يكون ليها ثمن في حياتك. ده اللي انا حاسه، اني يعني ربنا اختار لي الطريق ده، مش عشان انا يعني انا احسن واحد، ولا لا، يعني عندي المؤهلات اللي تخليني افيد ناس معينين في مكان معين بقدرات معينة، ويمكن في المستقبل اقدر ارجع وافيد بلدي ان شاء الله. ده برضو من الحاجات بس يمكن الوقت لسه ما جاش. فأنا بقول كده لأني دي رسالة برضو، أني مش المكان اللي بيخليك تحس أن أنت حققت أهداف معينة. لا، هي الفكرة أن أنت you look back and you think you did your best.
you did your best somehow. سواء عملته في مصر سواء عملته في أمريكا لكن you did your best. While doing your best, if you ended up in the United States, it's fine. If you ended up in Egypt, it's fine. If you ended up in other country, it's fine. As long you're doing your best and you're following your morals, this is the key thing. ففكرة ان انا هنا في امريكا انا مش ندمان طبعا، لكن بقول اني النجاح ممكن يبقى في اي حتة طول ما انت حابب اني حابب اللي بتعمله وساتسفايد. خليك اعمل اللي انت، انا كنت في وضع في مصر انا I was not satisfied, I was not happy, I was not reaching my target. Even I know that I would make يعني I have the opportunity to make a lot of money. I was already a neurosurgeon, but my passion was different. فالمكان اللي هيخليك مبسوط وسعيد وحاسس ان حياتك مستقرة وبتعمل اللي انت بتحبه خليك وكمل. لكن النجاح ممكن يبقى في اي مكان، في اي حته، طول ما انت امين في اللي بتعمله وحابب اللي بتعمله. هي رحلة بحث عن الذات في النهاية. بالظبط، دي حقيقة، دي حقيقة. وهتلاقي الإجابة دي عند ناس كتيرة بتقولها بطريقة مختلفة، بس هي فعلا جزء كبير منها هي رحلة بحث عن الذات برضو. وفي الرحلة دي احنا بنتعلم حاجات وبنعلم ناس حاجات وبنفيد ناس بخبراتنا وبنستفيد بخبرات ناس وبننقذ حياة ناس كأطباء. فدي في حد ذاتها رحلة ممتعة يعني. جميل. حركة تقول من شوية ان انت يمكن في يوم من الايام ترجع تفيد بلدك، انت بتفيدها دلوقتي اهو. ان شاء الله، ان شاء الله. هو يعني بالضبط، هو برضو ده درس للناس، ان الحياة مراحل برضو. you have to be smart, you have to be or play it smart somehow. وتعرف كل مرحلة في حياتك رسالتك فيها ايه او دورك فيه ايه، وتقسم حياتك، تفكر في حياتك على الشورت تيرم واللونج تيرم. طبعا الريسك موجود، وانا خدت ريسك عالي طبعا، بس مش بقول ان انا حياتي مبنيه على الريسكس، لا. انا برضو كنت رياليستيك في زي ما قلت لحضرتك، يعني على سبيل المثال كان في ثريشولد معين عندي مثلا في نتائجي في المعادله، قلت لا، كنت رياليستيك مع نفسي. عندي الحلم وعندي وعندي وعندي، لكن قلت لا، this is impossible. ف يعني play the both ways, believe in yourself, believe in your dream, but also be realistic. جميل، وانا مع حضرتك تماما في كل ده. طيب، اي تعليق اخير قبل ما نراب اب ونختم؟ يعني انا بشكرك انذار، وده يعني ده دي ده ده, ده يعني شكر انت تستحقه، يعني ان انت انا عارف ان انت ريزيدنت، وانا عارف يعني ايه ريزيدنت ويعني ايه اهميه الوقت واهميه النوم. انت ممكن الساعتين دول كنت تروح تنام فيهم. فده مجهود يعني. انا عارف ان انت يعني تستحق الشكر، شكرا جزيلا، وربنا يعوض تعبك ان شاء الله. واتمنى ان يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دي تفيد الناس، مش تديهم يعني مفاتيح سحرية للطرق، بس ممكن كل انسان لي قصه حياه ولي ظروف، فممكن يكون كلمه واحده. ممكن انا يعني اختياري لامريكا ده كان من مقابله قابلتها مع حد استمرت نص ساعه، وبعدها قررت ان انا هاجي، انا جاي. فيمكن في حد من اللي بيسمعنا دلوقتي يبقى في يوم من الايام جراح كبير هنا، وكلنا نفتخر بيه ان شاء الله. Who knows. انا متاكد من ده، ودايما هيكون ده يعني فضل ليك علينا. انا بشكرك صراحه نيابه عن مئات والاف الناس اللي هتشوف الفيديو ده، وهيفضل برديه معانا. الف الف شكر يا نزار.
وبقى اتاسف ان انا عصرتك اسئله، بس انا لا يا بشكرك حبيبي، لا ده جدا أنا جدا. استمتعت وأنا يعني لو في أي حاجة مشابهة أو أنا يعني تحت أمركم، تحت أمرك. الله يكرمك يا رب، شكرا جزيلا دكتور جون، كل سنه شكرا وحضرتك طيب، نزار، وميرسي جدا وأنت جدا. طيب حبيبي، ربنا يخليك، ألف ألف شكر. الله شكرا، يخليك. سلام. باي.